Kalau gitu. Ну. Сейчас. Ладно. Plus minus. Comment. On pulse. Plus minus. How to examine. Blood pressure. Plus minus. How to examine. وغالبا ده صعب. How to examine neck vein. خلاص؟ طيب خلاص كده؟ تمام. وافتح الكتب عشان لو نسيت حاجة، خلاص؟ نبدأ الأبدون خلاص؟ ها أنا عايز انتر أكشن، المجموعة اللي قبليكم اللي فاتت دي كان يعني انتر أكت معايا ها؟ فمش عايز اللي هو إيه واحد باصص لي هنا وواحد قاعد بيكتب ورايا. الأبدون ها بنشوف فيه بنعمل إيه؟ انسبكشن خليكوا فريندلي أنا مش أستاذ، أنا عادي كنت يوم ما طالب فبحب أساعد نتكلم مع بعض عادي خالص، خلاص؟ انسبكشن وبالبيشن حلو بركشن طيب اللي بيجي مبدئيا في الابدومين بسم الله الرحمن الرحيم بيجي ايه انسبكشن غالبا انسبكت الابدومين نظام الامتحان الاول انا اسف نظام الامتحان هي حلقه واحده وان كيس وعليها تو سيستمز مثلا انسبكت ابدومين وسكالبتد تشيست مثلا خلاص يا 1 كيس على 2 سيستمز يا اما 2 كيسز كل كيس عليها 1 سيستم خلاص في 5 انت مش محاسب والله هحط انا ولا في 6 انت مش محاسب على ايه هتطلع ايه قوي بس محاسب على التكنيك خلاص دي نقطة تانية انا حابب اقولها بس طبعا ما ينفعش يبقى سبرين من 5 فينجرز وانا ما كنتش حسيته خالص لان اللي هيجي في الامتحان لازم يبقى سبرين قد كده عشان الطالب يحسه خلاص ما تفضلوش مبسوطين كده ده احنا لسه هنقعد نعمل التكنيك على بعض ده الناس زمايلكم كانوا بيقعدوا يعملوا التكنيك عليا زميلتها تطلع الغلطه في سي تي وهكذا خلاص ما هو انت جاي هنا تستفادي تستفادي ايه يعني تاخدي زيتونه مش فكره ان انا بشرح وخلاص الشرح ده انتوا بيتشرح لكم كتير ايه المحصله؟ ايه اللي بتحصلي عليه في الاخر؟ فاهم قصدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم يبدا بقى الابدون ها اول حاجه ايه في الانسبكشن تعال شيب اقعد هنا انا مش عايز طالب بلاش انت تعالى انت تعالى خلاص خلاص كده وسعيد بس هو زي نفس سنه ثالثه يعني بيحب يسافر مش عامل لك حاجه خالص ما تقلقش يعني نام بس اقلع الجزمه من هنا او اسمع معانا او ما تقلقش الجزمه هيجي جزمه بس في الجزمه خلاص اول حاجه ايه اول مش دلوقتي بنخلص السكيم الاول سكيم اول حاجه دي انسبكشن صح لا بص بقى السيستم مختلفه شويه دلوقتي هو هنا اهو خلاص انا اول حاجه نام نيم اول حاجه نعملها لا العكس اول حاجه نعملها ازي حضرتك يا حاج انا طالب او طالبه في سنه خمسه ممكن اكشف على حضرتك وده في ايدي ما عملتش ثلاثه دول انت مضايق نفسك طب معلش يا جماعه مش عارف الشتاء مش عارف في الشتاء خلاص؟ ده أول حاجة خلاص؟ هنيجي في الانسبكشن أول حاجة بشوف إيه؟ قلت السكين بس عليك وبتاع خلاص شيك حلو اللي هو إيه الكونتور الشيب صح؟ كونتور تاني حاجة اللي هو الكونتور خلينا نقولها كده أحسن الكونتور تاني حاجة respiratory movement movement with respiration اهو يعني انا دلوقتي اهو خد نفس
حاجتين من عند رجل العيان اهو. خد نفس. انا وانا هنا بشوف اللي هي الكونتور، ان فكره ان الابدومين از ديستندد وذ فول فلانكس، او فكره ان الابدومين از سكافويد. سكافويد دي مش هتلاقيها في واحد سفلوح خالص، بيبقى رفيع خالص. خلاص غالبا اللي بيجي بقى اي امتحان بيبقى الابدومين از ديستندد، ده الكومنت دايما اللي بيتقال، وانا هحفظكه زي الكومنت، وحد فيكم هيقعد يقوله لحد ما يطلع لك عيد تاني. خلاص موف فيلي وذ اسبيريشن. خلاص ده غالبا ده دايما الكومنت اللي بيتقال. طيب خلاص انا كده وقفت عند رجل العيان وقلت له هاجي بقى من جنبه، هنعمل ايه؟ هنبتدي نعلق. لازم نعمل سكيما في دماغنا. طب احنا هنمشي ازاي؟ لو هنمشي يبقى هنمشي يا اما ميد لاين سايدز يا اما من فوق لتحت. انا عاده بحب من فوق لتحت. يعني ايه من فوق لتحت؟ يعني انا هاجي اعلق فاضل فاضل ماشي، اللي هي بقى هنقولها ازاي؟ هنقولها ازاي بسم الله. يعني انت دلوقتي هتيجي تقول ايه؟ احنا جايينكم مصيف طبعا في ميلز اونلي، ها مش عايز غداوه. جايينكم مصيف على الجنابه اهي. بعد الجاينيكوماستيا عندنا ايه يا جماعه؟ فكروا معايا. سبكوستال انجل. سبكوستال انجل. كوستال انجل. دايفوكيشن. من فوق لتحت اهو. اي مفيش اي لخبطه. عشان من فوق لتحت ايه؟ لما تيجي تمشي انت كده، لما تيجي الكومنت هتكومنت بهذه الطريقه. انت لما تيجي تقول الكومنت لازم تكومنت بتفلفل الايتمز بهذه الطريقه، بس ان باجات. دايفوكيشن. اوف ريكتوي. دايفوكيشن ابيجاستيك. بولسيشن. وقف نفسك وتقوم باصص وحاطط ايدك. بجاستيك بولسيشن. ها بعد اللي بجاستيك بولسيشن يجي ايتم لوحده كده اسمه ايه؟ امبليكس. امبليكس او امبليكس انت عايزه. بص امبليكس بقى يبقى خطه اللعب فيها. اول حاجه في الامبليكس يا جماعه سايت. سايت ها. تاني حاجة انفيرتد ولا ايفيرتد؟ شيب. حلو قوي. دي تاني اس. خدوا بالك وانا بعمل ايه. ها ستارز ولا لا؟ بصي بقى، انا ليا نظرية دي في التقسيمة. هي قلنا السايت وقلنا الشيب. ليا نظرية بقى، حاجات ادي الامبليكس اهي، يبقى حاجات حواليها، حاجات حواليها يعني السكين اوف اللانج اللي حواليها، وحاجات طالعة منها، طالعة منها ها، طالعة منها قصدي حاجات حواليها مبدئيا عشان تبقوا عارفين. لو في سكوز دايليتد فينز قولوا معايا عشان ما ننامش. دايليتد فينز بيجمنتيشن ديوت. لا دي طالعة منها. شفت بقى عشان تبقى مقسم مش تنساش ولا نقطة. حاجات طالعة، طالعة منها، دي حاجات حواليها ودي حاجات طالعه منها. طالعه منها يبقى يا اول حاجه ما تنساش اهم حاجه طالعه منها امبلس وانكف. كح يا حاج. امبلس وانكف. امبلس وانكف و موديولز. ايه تاني؟ ديستشارج سواء الباص او غيره. خلاص حاجات حواليها وحاجات طالعه منها. انا كنت دايما بقول الامبلس والكاف دي كنت بخليها حاجات فيها، يعني كنت بقول حاجات حواليها سكارز دايليتد فينز بيجمنتيشن، حاجات طالعه منها ميدوزا ديستشارج، حاجات فيها اللي هي الامبلس والكاف. بص خلاص كده السايد قلنا الشيب. في حاجه ثانيه ناقصه في الامبلكس؟ انا عايز ريسبونس معايا انا دايليتد فينز. من الكتاب. بصوا في الكتاب عادي احنا مش في امتحان. قلنا سكاز بيجمنتيشن دايليتد فينز. حاجه ناقصه؟ قلنا حاجات حواليها، حاجات طالعه منها، حاجات فيها، حاجات حواليها سكاز دايليتد فينز بيجمنتيشن، حاجات طالعه منها امبلس اون كف. انا اسف، حاجات طالعه منها قلنا ديستشارج والنيديولز، حاجات فيها اللي هي الامبلس اون كف اللي قصدي بيها كلمه الهيرنيا. انا هنا بستعبط خلاص. طيب بعد الامبلايكس في ايه؟ هيرنيا اورفيسي. بالظبط كده هي. خلاص 8 هيرنيا اورفيسيز. الصح ان انت توقفه. صح خلاص. في حاجه قبل الاسبكشن مهمه جدا، ان انت تعاوي العيان. يا بيه المفروض اعاوي العيان لحد ال 100 ساي عشان الاكسبوجر من النبل لحد ال 100 ساي. خلاص قال لك لا يا ابني المفروض تقول له كده ان انا دكتور ميشيل بس عشان البيشنت. حضرتك حبيبتي حابب اكسبوجر. خلاص الهيرنيا اورفيسيز صح تخليه كح كده، يا اما توقفه ده الاصح. ما وقفتوش يبقى تقول له انت المفروض اوقف العيان. لازم تقول له بقك انت المفروض توقف العيان. ها
حاول خليه كح، او اللي انت هون خليه كح. شوف الهرنيا الاوفيس كلها سواء ابدومينال او بسم الله الرحمن الرحيم. انجواينر او انجواينر خلاص. خلصنا كده الهرنيا الاوفيس صح. طيب في ثلاث حاجات هيتنسوا. ثلاث حاجات. الباك هنساكر انا جاي جبته عليك. انا قلت الباك هنساكر خلاص. الباك من قدام الكيوبك هي الباك من قدام. لا انا اسف بعد الهيرنيا اوفيسيس عشان ما ننساش جينيتاليا صح كده. اكسلنت عشان المشاكل كلها من فوق لتحت. جينيتاليا يبقى هيرنيا اوفيسيس وبعدين الجينيتاليا. ليه يا ابني جينيتاليا؟ والله يا دكتور عشان التيبس كوتم خلاص. وعايزين نشوف حاجه كمان مهمه جدا بعد الهيرنيا اوفيسيس نسيتني الله يسامحك. ال اسمعين في مايند ديستريبيوشن الكيوبك هي صح كده. يبقى هيرنيا اوفيسيس تحتيها جينيتاليا and pubic hair او pubic hair عشان المشاكل كلها كده هنا في pubic hair خلاص. جينيتاليا يبقى احنا كده ايه معانا 8 9 10 معانا 10 نقط من فوق لتحت. كنترول هنا من عند رجل العين ناخد نفس من جنب ناخد نفس. موفمنت اوف ريسبيريشن جايليكوماستيا سب كوستال انجل ديفيكيشن اوف ريكتاي بجاستيك بولسيشن الامبلايكس سايت وشيب. وبعدين حاجات فيها حاجات فيها يبقى الامبلز وانكف كح حاج حاجات حواليها يبقى السكارز دايريد فينز وبيجمنتيشن حاجات طالعه منها يبقى النيديولز والليستشارج. هننزل تحتيهم يبقى الهيرنيا الاوفيسيس كح يا حاج او توقف العين. تنزل تحت شويه يبقى المفروض ابص على البيبيك هير وغالبا في الماين ديستريبيوشن بس في حاله حالات الهيباتيك في حالات الهيباتيك وغالبا ده صعب يعني لو عين حاله بس ده صعب يعني بس المفروض تقول انها فوضى اكسبوز. والجينيتاليا دي كده من فوق لتحت. حاجتين هيتنسوا حاجه من قدام وحاجه من ورا. حاجه من قدام حاجه من ورا. الباك هنساك واعرف ان الباك ده في كل السيستمز مش في الابدومين بس. الباك هنساك حط دايما عليها دايره كده الباك هنساك خلاص. الباك بقى بنعلق فيه على ايه؟ في سكارز دايما اي حاجه في الدنيا سكين وبون سكين وبون. السكين هعلق على ايه؟ في سكارز ولا لا؟ في طفط وفير تحت ولا لا في اللمبر هنا؟ في طفط وفير ولا لا؟ البون هعلق على ايه؟ في ديفورميتي ولا لا؟ اللي هو ايه قصدي ايه كلمه ديفورميتي؟ كايفوزس او سكليوزس ولا لا؟ في اي ديفورميتي ايا كان ايه هو؟ خلاص؟ اللهم استفتح بيننا وبين قبرنا ماشي. ده الباب. ايه اللي هيتنسي من قدام؟ اللي قدام اللي انت عايز كنت عايز تقوله في الاول سكين خلاص. احنا يعني مشينا من فوق لتحت وبعدين حاجه من ورا حاجه من ورا وحاجه من قدام حاجه من ورا حاجه من قدام حاجه من ورا. ايه؟ باك هنساك سكين وبون سكين سكاز دايريتد فينز اللي انت عايزه. البون ديفورمتي. طب من قدام اللي سكين خلاص. ذا سكين اوف ذا انتيريور ابدومينال وول شو اس الاس الاولى سكورز خلاص. اس الثانيه ستايل ها دايركتد فينز. اس الثالثه ستريتش ماركس. الاس رابعة والله ممكن تقولها لو عايز سويلنجز. اي سويلنجز انت شايفه؟ ما هو ده بالانسبكشن افيد لايفوما بتاع اي عفرته اي حاجه اللي انت اللي تلاقيه اي فيت سويلنج لقيته فرضا يعني خلاص. طبعا طبعا زي ما انت بتقول طبعا دايريتد فينز ده غير هنا ده دي اللي حوالين الامبلايكس هنا المقصود بيها دايريتد فينز دي بتاعت الكابت ميدوزا بتاعت بورتال هايبرتنشن. والبيجمنتيشن دي كانت في حاجه لو انا فاكر صح اللي هي كانت البيجمنتيشن اللي بتحصل في حاله البريتونايتس حوالين الامبليكس. انا مش فاكر كان ليها ساين كان ليها اسم كده ساين في البريتونايتس لما بيحصل انفكشن في البريتونيه كان في بيجمنتيشن. دي المقصود بكلمه بيجمنتيشن غالبا هتلاقوها عندكم في الكتاب العملي انا متاكد يعني. انت تفتح الكتاب العملي كده معاك هتلاقي البيجمنتيشن دي جنبيها سطرين. انا اوصي خيرا بفيديوهات عشان بس تبقوا عارفين برضه فيديوهات سواء خمسه او سته هي نفس الاكزامينشن بنفس كل حاجه محمد علي ومحمود علام خلاص. نكمل سكين سكوز ستراير ستريتش ماركس سويلينج دايليتد فينز دايليتد فينز. بعد دايليتد فينز بيجمنتيشن برضه نفس الكلام مفيش جديد اي بيجمنتيشن. طيب دلوقتي لقيت سكار تعمل ايه؟ لقيت سكار سايت دايمنشنز
لقيت سكار، لقيت سكار برايمري ولا سكندري، وغالبا هيبقى سكندري في يعني في القصر العيني. طيب مش غير بيبقى سكندري الا اذا انا على راي المطري لما بيقول لك عيانه جايه في نشتي في نشتيك انسيجن وعند حز الميو، وفكره اللي هي بلاستيك سيرجري وكوزموتيك سيرجري والكلام ده، فالكلام ده مش واقعي يعني. خلاص برايمري يا سكندري انتنشن ومكانها فين؟ طبعا المكان طبعا طبعا مهم جدا، والسايز يعني مثلا زي هوريزونتال سكار او لونجيتيودنال سكار مثلا 5 to 7 سنتيمتر مثلا 5 سنتيمتر مثلا في رايت هايبوكوندريا في ليفت هايبوكوندريا في ليفت هايبوكوندريا ديت باي برايمري او سكندري انتنشن. المفروض الصح ان انت تقول بقى كومبليكيتد ولا نون كومبليكيتد، حواليه ديسشارج، حواليه باس، حواليه بلاط، حواليه ايا كان. خلاص طيب احنا دلوقتي قبل ده دي السكينه. طب احنا دلوقتي عايزين نعمل كومنت، ها حد يقدر يالف كومنت؟ ده من غير عيان يعني؟ عيان اهو قدام. انا هقول الكومنت عشان تبقوا متعودين عليه مبدئيا، دي تمثيليه. خلاص كومنت ايه؟ الكومنت ده لازم يتحفظ، يعني بتحفظ الكومنت وبناء عليه بتبتدي تغيره في الامتحان لو في حاجه. اول حاجه خلاص انا هنعمل التكنيك، غالبا هنقوم سلمى الموضوع دي كمان شويه عشان تعمله، ما تقلقيش لازم تعملوه. انا يهمني هنا تبقي طالعه، احنا قعدنا نعمل كده عشانكم امبارح، هنقعد نعمل التكنيك على بعض دلوقتي خالص، وتهندل وتغلطي وتنسي حاجه ويفضل حاجه عشان توصلي في الامتحان ما تبقيش نوت بانيك. ده الهدف هنا من اللي انا بعمله. خلاص الموضوع مش صعب بس محتاج ريبيتيشن عشان نوصل لمرحله فكره ان الاكزامينيشن بيتعمل بالكونشس اللي هو فيه ستريس وهنسه دي ومش هنسه دي، السب كونشس اللي هو اسمي ايه؟ اسمي سلمى، اسمي ايه؟ الاكزامينيشن 1 2 3. واصله؟ تمام. فدلوقتي هنقول ايه اهو؟ اذا قد من اهو احنا كده هنقول الكونتور الاول. اول جمله تعرف الكونتور ايه؟ اذا قد من از ديستندد وذ فول فلانكس، وذ فول فلانكس موف فريلي وذ ريسبيريشن. The abdomen, I hate to the abdomen show no gynecomastia with wide subcostal angle. As in a had some liver or spleen with wide subcostal angle with divergation of rectoid, with showing epigastric pulsation. The amplicus is shifted downward 1 to 2 centimeter midway between the amplicus and the zephyr sternum. Further, يعني the amplicus is umbilicus. The skin overlying the umbilicus or surrounding the umbilicus show no scars, no dilated veins, no pigmentation. There is no impulse on cuff, no nodules, no discharge. There is no impulse on cuff over hernia or feces. Genitalia, if you want to comment, comment. If it doesn't tell me that I am a doctor, shall I proceed or not? خلاص. The back, no scars, no stitch. The skin overlying show no كذا no كذا no كذا. The bone no deformity. The skin overlying the anterior abdominal wall show no scars, no stria, no swellings, no dilated veins, no pigmentation, no stretch marks. خلاص يبقى انا اهو اول حاجه اهو، خد نفس طلعه، خد نفس وطلعه. خلاص وعينك لازم تبقى على وش عارف الجاينيكوماستيا بالذات في الميل. خلاص بعد كده احنا اهو كده خلصنا، خلصنا دي اهو هم براسك من غير ما تسند، كده سند على الطريق، هم براسك ايوه هم. تقوم حاطط لو انت شاكك ان في دايفيركيشن تحط ايدك كده تكونفيرم، هتلاقي ايدك بتنزل لجوه، خلاص ايه دايفيركيشن؟ خلاص قلنا سبوست لانج دايفيركيشن اوف تايب. نام تاني، وقف نفسك، قوم نازل تانجنشال عشان ابص. والله لقيت بيجاستيك بوزيشن وانا حاطط ايدي، والله فعلا في بيجاستيك بوزيشن. شوفها بقى جايه من رايت من عند هنا، يبقى ده رايت فينتريكل ولا من الليفر. خلاص البيجاستيك بوزيشن ما تشوفش غير في انسان فيري سن موست بروبلي، او انسان بقى عنده بورتال هايبرتنشن. ممكن يا دكتور ان كومباين الانسبكشن بالبيشن، مش هتكومباين، دي الوحيده اللي هتعمل كده يعني. انت دلوقتي شايف البيجاستيك بوزيشن، تقوم بس ايه حاطط ايدك كده تشوف. خلاص تمام، هننزل تحت الامبلايكس. الامبلايكس اهي خلاص، انا اول حاجه ببص حواليها، كح خلاص ماشي. نزلت تحت، المفروض الصح اقول له اقف اقف عشان اشوف الهيرنيا الاوفيسيس. خلاص او كح وكح خلاص ماشي. المفروض ابص مثلا فرضا على السكوتر، اقعد خلاص وانباصص وبتاع. خلاص نم وهعمل الكومنت بتاعي. خلاص قوم يلا انت كده، انت قاعد قاعد
جاهز؟ لا مش حاطط هنا جاي عشان في ده. خمسة أو ستة يا بلطيط ليفر يا سبليل. صعب أوي إن يقول لك بلطيط قبل ما حصلتش ولا هتحصل في تاريخ الكلية يعني. بلطيط قبل ما يجي لجنة الدكتور خلاص. بلطيشن بيتقسم حاجة من اتنين يا سوبرفيشال بلطيشن يا دي بلطيشن. السوبرفيشال اللي بنعمله بنيجي عند بنيجي جنب العيان الديب لازم العيان يتني رجليه. ها اتني اتني رجلك. السوبرفيشال بنعمله ليه؟ عشان ثلاث حاجات يا جماعه. شوف في ماسز او سويلنجز سوبرفيشال يعني عشان تشوف في اي تندرس وتسال عن قبلها في اي حته بتوجعك عشان تبتدي تحسها اخر حته. ما ينفعش يبقى هو بيقول لك بطني وجعني هنا دكتور وانت حاطط ايدك هنا صفر شكرا خلاص. وتجين تجين السيلف كونفدنس وندفي ايدينا عشان احنا في الشتاء. تجين السيلف كونفدنس خلاص. نيجي بقى على الايه الديب بالبيشن الليفر او السكرين اي اورجن خلاص. اول حاجه عايز الاسكيما بتاعته الكومنت بتاعه سكت خلاص. سكت هي ايه؟ سكت هي سايت سايز. سايز دي هنا انا بستعرض قصدي بيها الاسبان هتفهموا دلوقتي حالا وهنعمل التكنيك مع بعض ان شاء الله. سايت وسايز ايه الثالثة ايه؟ سيرفس. اكسلنت. الاي اللي هي ايه؟ اتش. حلو اللي هي الاتش او البودة. ها هنا بستعبط مش هعملها كلمة سكت. ها السي هنا حاجتين ايه وايه؟ كونسيستنسي. كونسيستنسي وايه؟ هنا انا بستعبط تاني كون جستد قصدي بيها كلمة فالسيتنج او فالسيتنج. التي الاخيرة ها تندرس. مفيش عيان هيخش لجنة امتحان لا هيكون تندر ولا هيكون كونجستد. دي قواعد عامة. ولا اللي بيحضر يبقى فيه مشكلة، حضر امتحان يبقى فيه مشكلة فيه. خلاص؟ ده امتحان هيخش عليها هيفحصوا كذا انسان ما ينفعش يبقى تندر ولا كونجستد. نون ايسي كده. خلاص؟ ده الكومنت بتاع اللي بقى. بتاع السكرين هنزود حاجة عليه. نوتش. بالظبط. النوتش. خلاص؟ تمام. طيب. السايد هنعمل ايه في البالبيشن؟ ايه اللي هيتنزل في البالبيشن؟ الليفت كيوب. ده في حاجة أهم قبل ما نتكلم. طيب. إن الليفر از تو ليفر. رايت تو. رايت وليفت عشان معظم الناس بتكومنت على رايت وبتنسى الليفت تاخد نص الدرجه. لو الليفت مش محسوس تقول ان هو نوت فيلت محسوس يبقى هنكومنت خلاص. طيب طيب رايت لو بنعمل ايه؟ بنبتدي بايه؟ رايت اليك فيستا. لا غلط رونج. الحاجه اللي هتتنسي دايما دايما برضه زي قاعده الباك هاند سيك دايما القاعده العامه في معظم الاكزامينشن بتاع معظم التستات بتاع معظم السيستمز التايتل بروكشن. معظم السيستم فيها تايتل بروكشن.
خلاص بقى نعلق على الابر بول، هنعلق على السايد واكتبوا ورا ده، مش هتقوم مكتوب عندكم في جراله في جراله بالطريقه دي. خلاص فكره ان انت هتجيب التايدر بيركشن، هجيبه ازاي؟ بعد كده خد نفس واكتبه السيدن فيك، بعد كده خرج النفس تمام. يبقى ده كده جبت الايه الابر بودر. خلاص هجيب بقى اللور بودر. هات اللور بودر من نوايه ايدي اقصى، خد نفس مع حركه ايدي، خد نفس وخرج مع كل حركه ايدي، خد نفس وخرج، خد نفس خد نفس. خلاص لقيته هنا فاضل بس ان انت لقيته هنا. ايه في دماغك هتعمل ايه؟ ممكن اجيب ايده واعيد بالفينجرز او بمزوره يعني على حسب. خلاص بالفينجرز. خلاص بالفينجرز تمام. بعدين ده كده خد بالك انت قلت السايد وقلت السايد. ما حسيتش الايدج بقى. حس الايدج واشوف السيرفس. ايوه ماشي عليك. خلاص كده السايد، عشان برضه السايد كده ده قلنا السايد والسايز والسايد تمام. بعدين وصلت للبوردر دلوقتي صح؟ الاول حس السيرفس الاول عشان تنجز نفسك. النقطه الثالثه عشان نطبق الفيل اللي احنا بنقوله تمام. ايدك بقى على الايدج. الايدج كده شارب ولا فيرم؟ تمام. كونسيستنسي كونسيستنسي ماشي. انا فاهم كونسيستنسي يعني مش سوفت، صعب يجي لك سوفت. نوت كونجستد ونوت تندر على طول. ماشي ايه كونجستد ازاي هتعملها؟ كده بقول له وقف النفس. حاطط ايدك فين؟ ايدك تحت. ماشي كان اللي بقى كلها تمام. ماشي وقف النفس وبعد كده شوف تمام. بس سيتنج ولا طيب نسيت ايه انت كده؟ ليفت لوب بالظبط. اجي من عند الامبليكس وخد الامبليكس، خد نفس طلعها، خد نفس طلعها. ما حسيتش الليفت لوب نوت فيلت. يبقى ده ليفت لوب نوت فيلت تمام. طيب الكومنت بقى بيعمل ازاي؟ ذا ليفر از ذا ليفر از الصح الصح از ان مش توتر عين. خد نفس اكتب الكومنت ده. it is an خلاص اقول لك بالبيت ليفر انترا ابدومينال اورجن او انترا ابدومينال سويلنج ايا كانت ولا اورجن او سويلنج موف فريلي. مش انت تاخد نفس موف فريلي وذ ريسبيريشن. موف فريلي وذ ريسبيريشن ذا ابر ان ذا ار انترا ابدومينال سويلنج ان ذا رايت هايبوكوندريم. ده بقيه السايت ذا رايت هايبوكوندريم. موف فريلي وذ ريسبيريشن ده اللي احنا قلناه. خلاص السايز ده اللي احنا بنتكلم فيها دي زايت لوب ابر بودر از فيفث او سيكس اللي انت لقيته سبيس ميد كلافيكولار لاين باي تايدر بيركشن. ذا لوور بودر از تو او ثري او فور فينجر بريتس بلو كوستال مارجن اوف ايه اوف سموث سيرفيس او فيرم ايا كان السيرفيس. سموث سيرفيس فيرم انكونسستنسي شارب ايدج فاضل شارب ايدج نوت كونجستد نوت بالسيتنج. The left loop is 2 to 3 finger pardon or not felt or 2 to 3 finger. بنفس الكومنت بتاع right loop او 2 finger او 3 finger. والله انت عايز السايز. قال له دكتور قال له يا بيه عايزها بالفينجرز ماشي، عايزها بالاسبان بالمزوره ماشي. هتجيب الابر بورد اهو والليفت بورد اهو وتقوم قايز بالمزوره ده كام سنتي. طبعا السؤال اللي هتسأليه مقدس النورمال الليفر سبان كام بتاع right loop والليفت loop. خلاص ده الكومنت. قول الكومنت كده تاني قدامي يلا. انترا ابدومينال سويلنج ان ذا اورجن او اورجن تمام ان ذا رايت هايبوكوندريوم حلو. الابر بوردر في ال تاخد نفس موف فريلي وذ ريسبيريشن. موفينج فريلي وذ ريسبيريشن حلو جدا. الابر بوردر في الفيث ذا رايت لوب رايت لوب ذا رايت لوب الاول عشان نعمل اثنين ليفل ذا رايت لوب ذا رايت لوب ابر بوردر ابر بوردر in the fifth intercostal space right fifth intercostal space mid clavicular line the lower border by tidal percussion by tidal percussion the lower border مثلا 3 fingers breadth below the costal margin تمام. The surface is smooth تمام ومثلا with a smooth surface sharp edge firming consistency not congested not pulsating
left loop measure كذا وبرضه نفس السكيل ونفس الكلام طب ايه في السكيل بس هنزود النقش مش ده هيبان ازاي على انتيو كودر يعني احنا هنيجي كده خدنا طبعا انت نسيت حاجه مهمه تكني رجله اه صح دي الفولت اللي احنا قلنا هتنساك ها يبقى انت الفول يبقى انت اللي هتنساه في الانسبكشن الباك واللي هتنساه في البروبشن ايه تاني ريك تاني تريك تاني اه حاجتين الليفت لوب وتاني تريك احنا ليه بنتناجل المزل عشان نريح الفاشيه فنعرف نحس والمصل عشان نعرف الليجمنتس عشان نعرف نحس الديب اورجان خلاص تمام هتقول عام مع كل حاجه دي ياخد نفس وخارجه تاني تاني لقيته مفاضا هنا خلاص نفس الكلام بالظبط كان فينجر بيتس بلوك كوستال مارجن بس لو في نوتش هتحس بصباع واحد كده وايدك غازه لجوه خلاص هو طبعا بيبقى اوبليتيتد امتى عشان السبلين مقسوم لحتتين بقى فيه هايلم هي اوبليتيتد امتى اوبليتيتد مثلا في حالات اللوكيميا مثلا فاضه او مالجنسي حصل انفلتريشن في السبلين هتلاقيه اوبليتيتد طبعا الكوزز بقى بتاعه الليفر والسبلينوميجالي والهيباتوسبلينوميجالي والكلام ده كله تبقى محفوظه مقدسه خلاص في الكتاب بتاعك خلاص ده كده بالنسبه للبالبيشن خلاص احنا كده عملنا انسبكشن بالبيشن قول كده تعالى بقى قول تاني انسبكشن كود يلا تعال يلا هو قدام تعال وليه النهارده عشان اللي هنشوف او اللي هيعملوا تكنيك مع بعضهم قدام امتحان كلها الاسبوع الجاي صح مفيش وقت ايه تاني بقى الدسكشن هيجي اهو في فول امبيركس خلاص عادي خالص نيجي نجمع لحد الاخر كده خالص فاضل لقيت هنا اهو بقى ضل شويه تعالى كده تعالى عليا كده نستنى 30 ثانية أو 1 مينت إنهم عاملين مثلا في مودة أسايز مثلا خلاص هنقول الكومنت إن في مودة أسايز خلاص ماشي في دكاترة تانيين بعض يعني بعض الدكاترة اللي هو لا بقى كده اللي هو مثلا خلاص أنا مثلا سمعت الصوت هنا بقى ريزنن ها يرجعه تاني لحد ما يخليه ضل تاني يعني وجهات نظر في الحياة كل واحد بقى وجهته ده البركشن الاسكلتيشن بتاع الأبدومين لو في اسكلتيشن هيتصير نظري ايه اهميه فائده الاوسكلتيشن في الادو لو من الخمس حاجات اللي موجودين عندكم في الكتاب اللي هو الفينوس هام والكلام دوت ده يعني بس ده حاجه غالبا ما تسالش يعني غالبا السؤال في الامتحان على الادو يعني انسبكت يا بطيخ بقى اصلا ده كده الادو خلاص الشيست يا شباب برضه غالبا اه الشيست الكومبايند انسبكشن غالبا يعني اند بابليشن خلاص والحته الثانيه المهمه فيه البركشن بعدين اوسكلتيشن خلاص بسم الله الرحمن الرحيم انسبكشن عن رجل العيان كان ال السيمتري السيمتري والشيب عارف الكلام ده دلوقتي حالا السيمتري والشيب فكوني كده بالكتاب معلش بالايتمز عشان انا نسيت السكيما كده ولا ايه؟ عادي فكرني بتاع كتاب بالكلام ده بس. Pulsations؟ ها؟ Spiratory movement؟ Skin pulsation and movement؟ استنى ثواني ايوه؟ لا صح كده؟ بس هفتكر السكيما الاول. انا قولي وانا هفتكر. Pulsation؟ Pul سي شن ها موفمنت لا بنشن بنشن افتكرت سته بوزيشن نص ماينس على جنب موفمنت I'm
فكرة. بس دي مش المقصود بالشيب غير الشيب. اسمعي. قصدي بالشيب عشان نزود. هنشوف السب كوستا. الحس الثانية كنا ناسيينها. سب كوستا الانجل. السكين هنشوف سكارز. دايليتد. فينز. والمقصود بالسكارز هنا السكارز بتاعت الشيست تيوب. شيب جست ويز وايد سب كوستال انجل ويز وايد ريبس. انا هينسب دي بقى كبير قوي. وايد سب كوستال انجل الانتو ستيرو ديامتر ادي تانزرز. الحاجه اللي بقولها الحاجه اللي بعملها هي اللي بقولها اهو. وايد انتو ستيرو تانزرز ديامتر ادي الانتو ستيرو ديامتر اكبر ايا كان. قصدي العكس انا اسف. الانتو ستيرو ديامتر أكبر من التانزفيلس أو قدو أين كان الطبيعي ليش 7-5 لو أنا فاكر صح. خلاص الـ إيه كده كده خلصنا الـ إيه قلنا الشيء النقطة ده السي دي قول بايلاترال سيميتريكال ريستريكتد بايلاترال أو بايلاترال. خلاص نقولها كده أحسن بايلاترال سيميتريكال. إيه بقى بسم الله الرحمن الرحيم. حد يفكر يتحط معاك زمزمكم مع الفاروس كاري بايلاترال سيميتريكال شيست موفمنت. هو ازاي الكومنت عشان تطلع مش طيب تمام ولا مش خلاص. طيب يبقى هي اول حاجه بنعلق على السيميتري طبعا ان هو بقى بنقول الشيب الاول الشيب خلاف الشيب الاول فاير الشيب بايل شيب شيست. خلاص وايت سب كوستال انجل وايت سب كوستال انجل ويز اتوستيو اصغر اقل من الترانسفيرس فاضل ال ايه تاني وايد وزوايد ريبس. نحط ايدينا كده ونشوف وزوايد ريبس خلاص. ويز بايلاترال سيمتري بايلاترال سيمتريكال شيست موفمنت. ونقول ان غالبا الحاجات اللي هو التايم فلكتشن اللي بتدوروا عليه الستات عشان حامل وحامل وكده يبقى السوكو ابدومين في الرجاله تبقى ابدومين صوص اللي هو التايم اوف اسبيريشن بتاع عشان كده كتبوه على جنب. دي حكايه التايم اوف اسبيريشن. خلاص بعد كده السكين اهو هشوف فيه اي سكارز اي دايليتد فينز. ها نيجي على ايه كده احنا قلنا 3 اس. هنيجي بالسيشن. بالسيشن عندنا كام بالسيشن؟ اهم حاجه بتهمني في الشيست 3 مش 5. الكارديك هم 7 في الشيست 3. لازم عينك تمثل ان انت شفتهم ايبكس في بالمونر اي ايبجاستر. طب ليه انا قصدي على دول؟ فين دول؟ دول هارت الواحد والكوبا المونر اللي هو شيست بروبلم عامل رايت سايد هارت فيلر. خلاص اهو وقف نفسك وهو عامل ايه باصص لكني بصيت على البالسيشن ده انسبكشن اونلي. خلاص بص هنا اهو لازم نمثل التمثيليه. خلاص وبص ده جنجل على الاي جاستر. خلاص كده بصيت على البالسيشن. البانشن بقى اللي قصدي بيه الاكسبانشن عشان كده عاده بيجي كومبايند انسبكشن اند بالبيشن. الاكسبانشن ده اللي انا هعمله في البالبيشن اكتر. خلاص هو المفروض البانشن ده اللي احنا عملناه كده وكده عشان بس تبقى فاهم. لكن هو اللي بيتعمل كومبايند انسبكشن الكانشن ده بيها اكسبنشن اللي هو ميموري او سوبر ميموري انفرا ميموري ومن ورا انفرا سكابيولا اهو. ايدي على الجرافيك من فوق اهي. خد نفس. هنا انا بشوف ايه؟ بشوف ارتفاع صباعي لفوق قد ايه؟ لو واحد اترفع اكتر من الثاني بقى سيمتريكال يبقى اسيمتريكال بالظبط كده. ميموري ايدي كلها على صدر العيان باخد النبل كده واخد فولد من السكين واخش. خد نفس واشوف نفس الايه لو حصل ريستريكشن هتلاقي واحده بتبعد والتانية ايه ما بتبعدش يبقى في بيبقى في باثولوجي. خلاص اهو انفرا مامي اهو نفس الكلام. خد نفس
ماشي ده اكتر بالبيشن عاده بيجي كومبايند انسبكشن بالبيشن خلاص تمام المفروض الصح اقعد العيان اقعد ثواني خلاص خد ضم ايدك عليك احضن ايدك احضن ايدك اهو الانفاس كاب اسكاب اهو المفروض دي بتبقى مو ليميت بتاعه ياخد فولد مسكين خد نفس ده البنشن اللي هو ايه مطلوب بيها الاكسبنشن بشوف الشست اكسبنشن خلاص اللي هي المفروض اهو انفاس كاب اللي هي السكاب اهي واخد فولد واقول له خد نفس خلاص ده كده بنشن بوزيشن انا بتكلم عليها بوزيشن دي انا هنا مستعبط قصدي البوزيشن اللي هو ايه اهو العين دلوقتي قاعد خلاص اهو التوكي التوكي الايدين شغالين ايه ده اهي وبقول له ايه بقول له سواء بقول له هات راسك على اليمين او على الشمال عشان اجيب الاول اجيب الاول التندون اجيب الانتيريو بودو اجيب الايه الانتيريو بودو اهو بتاع الستين ماستويد خلاص واجي في الجوف اللي ما بين باجي في الجوف اللي ما بين الستين ماستويد خلاص واللانكس غالي اهص اهم حاجه طبعا بالنسبه للبنات ها والله والولاد يعني الضفه يبقى البره مش جوه عشان ما نعورش العيال الضفه اللي بره مش تجي عشان ما نعورش العيال خلاص بخش ايه ما ده كومباين انسبكشن بالبيشن انسبكشن بالانسبكشن الصح يعني لا ان هو العين هو واقف كده ثواني اهو هتلاقي مثلا تركيه طالعه لي كده حاجه تندو كده طالعه لي كده ليها حاجه اسمها تيل ديزاين المفروض التركيه بقى اه بس هي اه عشان كده احنا انا ليه عامل دي كده خليها اخر خطوه الشمس دي خليها اخر خطوه اه عشان هتيجي جنب البيشن اول خطوه اهو كده اهو الصح اه لو في الانسبكشن بتتكلمي انسبكشن مثلا فرضا التندون طالع لي كده فيبقى كده بيبقى في شيفت بس انت تعرفي ازاي ما انت لازم تاكدي خلاص فاحنا لازم بس طبعا هيبان يعني لو في حاجه شيفت فعلا سايبه الامتحان الكلاسيك عادي بلد انت هتسيبه دي مفيش زي زنوت ولا كاشفت من المقبضات الاصليه اللهم الا عين واحد بنجيبه مثلا سته بس ده مش ده فايبوز ده حاجه ثانيه غير سيو بالبيشن عليه فعلا كده يعني وشيفت ده بتاعه باينه خلاص بس بنعمل ايه المهم الفكره يا جماعه في التكنيك دي او اهم حاجه ايدي مثبته لقاص العيان او انا جبت خاص التندون بخاص بعد الوسط تاني خلاص واقوم ايه داخل في الجوف ما بين اللانكس وايه والانتيو بودا بتاع الستين ماستويد مره هنا ومره هنا واشوف صباعي هيخش نفس الدخله هنا وهنا لا لو الاثنين واحد امين لكن لو واحده دخلت والثانيه لا مفيش يبقى في شيفت خلاص وصلت ما وصلتش تمام ده الايه ده الانسبكشن نيجي للايه تعال تعال اعرف نفسي تمام بعدين انسبكشن هنشوف شيب تانجنشالي خد نفس ياخد نفس شوف الشيب وبعد كده نيجي من الجنب تانجنشالي نشوف برضو السيمتري بايدك بقى بالواي قلنا اتفقنا اعمل نلاقي ان انتي بوستيريور دايمتر قد الترانزفيرس مثلا في سي او بي دي بعد كده الشيب ده هتكونفيرم ازاي الشيب الشيب هتكونفيرم ازاي مش عارف السبكوست الانجل احنا هنا باير شيب شيست وايد سبكوست الانجل ممكن نحط ريبس كده ان هو وايد سبيسز بالظبط تمام السيمتري قلنا بايلاترال سيمتريكال شيست اكسبانشن السيمتريكال اكسبانشن دي هتاكدها كده كده بالايه بالاكسبانشن اللي انت لسه هتعمله تمام ها 3 اس بقى السكن سكن ها نشوف لو في سكارز ميديان ستيرناتومي او لاترال ثوراكوتومي سكارز دايليتد فينز بيجمنتيشن اي سكن في الدنيا كده تمام اي حاجه على السكن سكارز بعد كده البلسيشن واقف نفسك في النفس انت ليه هتقعد على بص على القاعده الممتحن كده على الارض اعمل ايه تنجنشن بس 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 طيب ماشي ايبيجاستريك ماشي فبص على الايبكس تمام فبص على اتكسر عامل نفسه يتقطع ده كل ده هو بالظبط واقفل واوقف نفسه فانت بتبص على ايه على الثلاثه بسرعه ثلاثه اربعه بالظبط كده تمام بعد كده الاكسبنشن سوبرامينري تمام خد نفس سيمتريكال اكسبنشن بعد كده خد فولد عند الميموري من خد من النبل وخد دي روح ايدك كلها على الشيست اهي بالظبط كده كده النفس تمام انفراميمري انفراميمري النفس تمام بعد كده اقومه انفراس كابلو انفراس كابلو تمام انت طول عني احضن ايه احضن نفسك خلاص احضن نفسك انفراس كابلو النفس ايوه تمام بعد كده تركيه بوزيشن سكيما ستيك تو ذا سكيما بوزيشن اجيبه كده اشوف التندون ادخل طلع تمام ادخل صباعي تمام الناحيه الثانيه تمام خلاص جبت التندون تخليه سنترال بقى
خليه كده خلاص تجيب التندون بس رجع كده خلاص هي مره واحده وتخليه سنتر وتشوف بقى تاسس يعني انا جبت التندون اخلي اصبعي بالظبط وتشوف بقى وتخليه سنتر التندون ازاي مش هجيبه كده خلاص جبت التندون قاعد الباوز تمام تمام فاهم كده جبت التندون سنترال صح ماشي ده دي عايز اوكي ادخل جوه ازاي مش مفروض ده اللي هو كده قصدك كده يعني اسمك كده اوكي شوف الشيف ازاي فكره باي مستقيمه بين الاسترنو ماستويد والتراكي طيب خلاص شفت غلط لا صح طيب تمام يلا البوزيشن بتاع العن لسه قاعد عن الساعد اللي من فوق اللي انا هستعرض فيها دلوقتي مش احنا كنا متفقين ان في الانسبكشن اخر حاجه اللي هي البوزيشن صح اللي هي كانت ايه اوكي حلو يبقى دي اول تي تراكي خلاص من فوق لتحت تاني تي تن دال نس تن دال نس ثلاث حاجات ماشي على الريبس على الاسترنا على انتركوستال ماسلز الريبس عشان لو في فكشه ولا حاجه انا بقى اكزامن شيست عادي الاسترنم لو في تندرس عشان حالات اللوكيميا والماليجنانس يجوا دايما بيبقوني بين سبيشالي في الاسترنم الماليجنانس انت قصة المصرس في الشباب بالذات اكتر حاجة اللي هو مش قصدي شباب لا قصدي ولادة انا قصدي الشباب اللي هو اللي هم جايتش دول قصدي بيه اللي هي حكاية المايوسايتس اللي اشهر حاجة بتيجي الم العضلات ماشي ادي دي الاولى فوق لتحت دي الاولى دي الثانية التندرنس على الريبس على ويبس وعلى الاسترنا خلاص وما بين الايه انت كوستال ماسلز في حاجه احنا نسيناها في الانسبكشن انت نسيت تقول عليها كومنت الباك هنساك الباك في كله سكين شوف في ديفورميتي وسكين خلاص في سكار في اي حاجه الباك هنساك الباك في كله مش في الانسبكشن الباك ماشي ايه بقى بلس ماينس بس على حاجه نسيناها في الانسبكشن ده حكايه بقى الاسبيراتوري موفمنت زي ما بقول لكم اللي هي حكايه سوكا ابدومينال ولا ابدومينال ثراسك وحكاية الموفمنت يعني ريت كام يعني دي استقصائيات بصراحه يعني بلس ماينس يعني بلس ماينس يعني تبقى في الباك اب لكن السكيما هي اللي احنا كاتبينها دي الثالثه تي في اف من فوق لتحت تراكيا تندرنس او بسرعه جدا اهو وممكن حتى تندرنس على الباك اوبس شيست خلاص تي في اف 4 4 4 4 4 4 4 4 أربعة 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 ومن ورا سكابيلر أربعة 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 سوبر سكابيلر آسف بعدين إنتر سكابيلر أربعة 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 إنتر سكابيلر أربعة 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 خلاص يبقى الأماكن برضه عشان تبقى عارفين بتاعت الدي بي إف اللي هي إيه؟ سوبر ميموري أنتيريو سوبر ميموري ميموري انترا ميموري وينفع اكزيلري ابر لوور اكزيلري ابر اكزيلري لوور اكزيلري وبعد كده بعد الثلاثه تي عندنا ايه هناكد ثلاثه احنا شفناهم في ايه في الانسبكشن اللي هم ايه؟ بالزيشن اوكي ها الفانشن اللي انا كنت بستعرض فيه اللي احنا عملناه في الانسبكشن غالبا ده ما بتعملش في الانسبكشن يبقى كونفيرم ومين في الفيديوهات بتاعت دكتور محمد علي او محمود علي بس اللي بيتعمل في الانسبكشن عشان كده بنجيبها كومباين انسبكشن بابيشن الفانشن اللي احنا عملناه انا وانت اللي هو ميموري سواء ميموري وميموري انفرا ميموري سواء انفرا سكابلر ماشي الستة الأخيرة البي الأخيرة بوزيشن لا بالبول ساوند بوزيشن احنا في البالبيشن قلنا ما تلخبطش البالبول ساوند اللي هو نفس التكنيك بتاع الأربعة أربعة خلاص وغالبا مش هتسمع بالبول ساوند ده يبقى البالبيشن كام السكيما فيه؟ أنا أقول ثلاثة تي وثلاثة بي ثلاثة تي من فوق لتحت اوكي تندرنس تي بي اف ثلاث حاجات بناكدهم من الانسبكشن بالسيشن وبنشن اللي هو الاكسبنشن اللي انا بستعرض عشان اخليها لك بيه اخر حاجه البالور ساوند خلاص طيب هنطبق الكلام ده ازاي بلا حاجه بلا طب مش هنفيد اي حاجه طب كده زي ما احنا ابتدينا بالظبط يعني كده
اهو التندن اهو بدخل اهو ما بين اللانس وبين الانتيو غودا او زطوكيا كده اهو والناحيه الثانيه ونفس الكلام كده اهو خلاص دي الطاقية التندنس اهو بحط كده بالمقارنه كومباوزن شيست كومباوزن اهي كده ده كده دي كوستال ماسلز مثلا والايه والهيبس وهنا كده اخبط كده اشوف في بوني بين او حاجه ولا لا ممكن على الباك اللي هنساك ده اشوف كده لو في اي بوني بين او حاجه خلاص بالباك لازم يتشاف اذا كان في سكن او كده في الانسبكشن ما يتنسيش الباك هنساك ان اول سيستمز ابدومن كارديو تشيست خلاص ايه تاني اللهم صل على النبي ايه تاني كده خلصنا التي التي الثالثه او نيم اولى بابا أربعة البلسيشن ونفس الكلام في البابل والساوند نفس التكنيك خلاص بس غالبا كان ده بصوت عالي ده بصوت واطي لو انا فاكر صح خلاص بس بالاكسبانشن خد نفس لازم الصباع ده يبقى فوق لغايه صباع كلامك الصباع اللي فوق خد نفس تاني ده كده ينفع معايا اهو سكين فولد قوم اخد نفسك واخد سكين فول ولا خد نفسك تاني تمام بس دي اكسبانشن بابل ساوندز بنفس تكنيك التي في اف عشان ما نقعدش هناك خلاص ده البروفيشن اسهل كتير قوي خلاص البروكشن تبقى وانا ما حدش يقول واحد انت دي بصراحه في التقسيم يعني البروكشن لازم نقسم خطه اللعب خلاص البروكشن عندنا من قدام وعندنا هنا وعندنا ورا قدام هنبقى اول حاجه هنخبط عليها هي ايه انا رايي الشخصي عشان هيتزي بسم الله الرحمن الرحيم ربنا يفتح عليهم لا تايتل بيركشن اول حاجه عشان هيتزي بس تايتل بيركشن خلاص بعدين بقى من فوق لتحت او لو عايزين تاخدوها ضاحك وعايزين من فوق لتحت يبقى الكلابيكل اول حاجه اللي هي الفونت كلابيكل كلابيكل اول حاجه خلاص وبعدين هنجيب الانجل اوف ليوس عشان نوصل للتايدل اوف التايدل بيركشن تايدل بيركشن بعدين هنمشي بقى سبيس باي سبيس ادي عندنا ده رايت سايد وده ليفت سايد سكند سبيس ثيرد سبيس فورث سبيس فيفث سبيس سكس سبيس ماشي هنا بقى سكند ثيرد الفوس بره الميد كلابيكل اون لاين عشان بيقري هي هنا دي فالفوس هيبقى هنا كده مع الفوس فيفس 6 خلاص بعدين هنعمل ايه بقى بعد ما هنبركاست تايدل بركشن كده ده جبنا الفونت خلاص لقط كده جبنا الفونت هنجيب ايه رابع نقطه الاكزيلري يبقى عندنا خبطه فوق يمين وخبطه فوق قصدي خبطه فوق شمال وخبطه فوق يمين ولازم بالمقارنه بعدين خبطه تحت يمين قصدي شمال وبعدين خبطه تحت ايه يمين كده وكده 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 خبطه وخبطه خلاص هنيجي للباك الباك بيتقسم لايه ثلاث مناطق لا لسه انا اسف كده ده الفرونت من قدام كلابيكل تايدل بيركشن سبيسز من 2 ل 6 وهنا 2 لحد الرابع والرابع هناخد ورا بقى بيت كلابيكل عشان بيقريا هنبقى 4 هنا بعدين 6 وبعدين ابر اكزيلري ابر اكزيلري رايت وليفت ولور اكزيلري رايت ليفت قصدي ليفت رايت وليفت رايت خلاص بعدين حاجه فوق حاجه تحت حاجه في النص حاجه فوق الكونيكس تزمس ماشي حاجه تحت التوبس اريا حاجه في النص البيب اريا دول هما الثلاث حاجات السبيشال طبعا ده من بره لجوه او من بره لجوه خلاص طبعا البوضه تسيب فيها سؤال النظر ايه حدوده يا ابني البوضه اوف كونكس اسمس وايه الحاجات اللي ممكن تطلع فيه تعمل له دمس زي البانكوس تيومر خلاص والتي بي
خلاص البيو اريا 2 3 4 يا تيجي غالبا ممكن تيجي فيرتيكال او هوريزونتال براحتك خلاص. ولو انا فاكر صح كان من بره لايه لجوه صح. التكنيك التكنيك مكتوب عندك كان طيب من بره لجوه برضه ولا من جوه لبره؟ الكونكس لا الكونكس خلاص ماشي الكونكس ينفع الاثنين بير اريا بير اريا من جوه البر من جوه البر ده اللي انا فاكره جوه البر خلاص ماشي. وبرضه السؤال بتاعها اللي هو كوزز اوف دونس او ريزننت بتاع البير اريا اخر حاجه طبعا توبس اريا. توبس اريا هنجيب النيبل بتاع التعامل هنشوفها دلوقتي مع بعض. طبعا السؤال المشهور في التوبس اريا ايه حدود التوبس اريا ايه وايه اللي يعمل لها دونس. طبعا تيجي تشوف التوبس اريا دي حدودها ايه غالبا بتلاقي ان حدودها اسف الاسبرين الاسبرين مع نهايه الاستومك ماشي والليفت روب بتاع الليفر. فايه اللي يعمل لها دونس حاجه في الاسبرين حاجه في الاستومك حاجه في الليفر خلاص. ايفن لو واحد واكل شويه خلاص ده كده ده ايه ده من قدام من ورا خطه اللعب صبرا سكابيلا انتر سكابيلا انفا سكابيلا خلاص ماشي. ده كده البركشن خلاص هنعمله عشان ايه يبقى ايه حاضرين ماشي ماشي. قلنا هنبدأ بالاول قلنا بالكلابيكل انا اسف بقى حقك عليا ماشي ماشي. الكلابيكل اهي الكلابيكل اهي بنيجي نشد دي الوحيده اللي دايركت بيركشن هنيجي نشد عليها كده if you want to see see احنا جايين نستفاد مش جايين نصور فيديو. تعالى يا سامي خلاص اهو بيركشن كده على الميد واي بين الميديال تو سيرد واللاترال وان سيرد دايركت بيركشن. بنعمل احنا ليه بعمل كده عشان اشد اعمل ستريتش على السكين عشان اعرف اعمل بيركشن خلاص. نفس الكلام هنا مقارنه قلنا كومباريزون خلاص ماشي. ادي ده ايه ده اول نقطه اللي هي ايه اللي هي الكرافيتي. فده البيركشن عشان ما يتنسيش هنجيب اهي الانجل اوف لويس اللي هي ميد واي بين الايه المنبر مستيرناي وبقيه الاسترنم البادي اوف ذا استرنم اهو سكند سبيس على طول كويك سيرد سبيس فورث سبيس فيفث سبيس. خد نفس واكتمه ادي تايتل بيركشن خلاص. تاني نقطه جبنا سكند سبيس اهو هنمشي بقى ايه مقارنه سكند سبيس سيرد سبيس فورث سبيس. قلنا في الفورث هنطلع لبره شويه في عشان بي اريا خلاص اهو فورث سبيس من هنا من كده بيكلو خلاص فيفث سبيس خلاص بالوايم كده خلاص شاور معاك سبيس باي سبيس خلاص. ابر اكزيلري ابر اكزيلري جاست وان لور اكزيلري اهو شايف ايدي عامله ازاي اوكي ماي سام الميدل فينجر على الميدل فالينجز خلاص ابر ولور خلاص. ايه بعد كده كده خلصنا ابر اكزيلري ولور اكزيلري كده خلصنا الفرونت بقى عشان نكمل اقعد كونكس كونكس اهو كونكس هي حدوده لو انا فاكر صح بس طبعا ناسي الايه الميديسن شويه حدوده بالظبط ايه بس هي ده كده ده الكونكس ده الكونكس اهو دي كلها كده بقى بقى لجوه او من جوه لبره خلاص. دي الكونكس خلاص تمام تمام ماشي تمام. دي اريا 2 3 4 هنا كده احنا قلنا بقى ايه من بقى جوه من جوه لبره جوه لبره من جوه لبره اهو ادي الاسترنم اهي 2 3 4 اهم احنا جبناهم بالمنبر الاسترنم اهو خلاص 2 3 4 اهم ماشي. ادي البي اريا ماشي. توبس اريا بقى بتتجاب ازاي؟ صباع العيان اهو الصنب اهو اهي على النبل على النبل بتاعته اهو صباع العيان ادي اللي هي دي خلاص. دي البي اريا كده خلاص ماشي اهو نفس طيب نفس صدر العين خلاص اهو شيل ايدك اهي خلاص ماشي اهي. ممكن بقى البي اريا شايفين نزلت ازاي؟ ما تبقاش ضل من بره لجوه او من جوه لبره من فوق لتحت من تحت لفوق او من فوق لتحت اني دايركشنز خلاص. فكره في كوزز اوف دولنس اوف توب سيري هنا يا سبرين لازم تفكر مش لازم تخاطر سبرين ليفر ليفت روب يبقى في مشكله ستومك مليانه ديستندد خلاص كده ده الايه اسمها كده توب سيري كده احنا خلصنا حاجه كلها من قدام نيجي بقى للي ورا ولا لنفسك
اهو فاضل يعني خلاص. ادني ايدك برضه على الراس، احضن نفسك يعني احضن ايدك خلاص طلع خلاص خلاص اهي سكابيولر انت سكابيولر بيربنديكولر لازم يبقى هيفي طبعا عشان الباك مرتين جاست تو اونلي خلاص انفراسكابيولر بنفس الايد اهو خلاص ده الانفراسكابيولر خلاص وده البركشن بتاع الشيست كده كله خلص. باي بركشن ذا كلافيكل مثلا بركشن اون كلافيكل كان مثلا كانت ريزونانت التايدل بركشن ابر بورد في الفيفث سبيس رايت ابر في الفيفث فيفث سبيس ميد كلافيكل لاين باي تايدل بركشن في مثلا ايه مثلا هنقول ايه بايلاترال هايبر ريزونانس ان بوست سايد ان بوست سايد مثلا ده فرضا يعني فرضا ان بوست سايدز معنى هايبر ريزونانس دي معناها مثلا في انفيزيما مثلا على ناحيتين ده مثلا على سبيل المثال خلاص البير اريا بير اريا از كذا 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 اللي احنا عملناها نقوله ده بير اريا مثلا ريزونانت ولا ضلها انها ريزونانت او هايبر ريزونانت على حسب انت وسمعك خلاص التوبس اريا از كذا الكونكس از كذا يعني احنا بنقول از كذا سواء بالسلب او بالايجاب فاهم قصدي خلاص ايه تاني نرجع بقى الباي بيركشن اون ذا باك في مثلا نورمال نود باي لاترال على البوست سايدز فاضل ده البيركشن ومين لي تكنيك يعني اكتر منكم يعني خلاص ده كده البيركشن يلا حد يعيد بقى تاني قدام بص كالكوليشن طبعا انا اسف احنا كنا مع جوجل الاولاني كنا اكتر من كده قعدنا كتير في القصه وكله عمل غلط عليا انا شخصيا كنت لوحدي قالوا خلاص لو سكالتيشن بتاع الشيست انا عايز اعرف حاجتين عايز اعرف انتنستي وفي صوت غريب ولا لا صوت غريب ولا لا صوت غريب ده قصدي بيه ايه هنا ويزس او كريبيتيشن خلاص هلاقي صوت غريب هعمل ايه هعلق مكانه فين قصدي مكانه فين دي يعني رايت ولا ليفت وفي الابر زون ولا الميد زون ولا اللور زون خلاص ده الصايد الصوت خلاص النقطه الثانيه اللي عايز اعرفها فيه انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري النقطه الثالثه بيروح بالكحه الكف ولا لا عاده الكومنت اللي بيجي الانتنستي الصوت عالي ولا قليل خلاص ولا الطبيعي عاده الكومنت بتاع السي او بي دي في لجنه سنه 5 لجنه البكالوريوس وكل اللي جان كومنت كالاتي بايلاترال اللي اذا لو حامل سي او بي دي قصه ثانيه بناخد بالنا بايلاترال ديمينيج ايه انتري ماشي هو طبعا في حاجه سبستيه كده بيقول لك قول لي الطيب اللي هي فكره هارش فيزيكولر ان الصوت اللي انت سامعه ايه هارش فيزيكولر وسبرولونج هتكتبها في الكومنت يعني دي حاجه سبستيه انا بقول لكم على انتوا هتطلعوه انتوا بتسمعوا بالسماعه السبستيات هنقولها في الكومنت اللي هي فكره الصوت مخشن ولا ايه وضعه بايلاترال دامينج دي انتري خلاص ماشي هارش فيزيكولر هارش ده تايب ايه اوف ساوند صوت مخشن هارش فيزيكولر ويز برولونجد اكسبيريشن خلاص ويز او ويزاوت على حسب فيه ولا مفيش ويز او ويزاوت غالبا دايما الويزز دايما الويزز اكسبيراتوري مع النفس وهو خارج اكسبيراتوري ويزز يعني انت سمعت ويز شوف بقى مع الاكسبيريشن اسبيشال غالبا دايما مع الاكسبيريشن ويز مع الاكسبيريشن وده اللي قلنا فيه لما جينا علقنا هنا خلاص وايه اكسبيراتوري ويزز اند انسبيراتوري كريبيتيشن كده بالكريبيتيشن هي ميه في هواء او ان الهواء بيفتح اللنج الالفلاي كولابس فيبقى زي بقلاله الشيشه انسبيراتوري كريبيتيشن خلاص ويز او زاد بقى بتريليف بالكف ولا هنقول عن كحه يا حاج ونسمع تاني لو واحد بالكحه هيبقى سيكويشنز
ليفت باي كاف او نوت. ده الكومنت اللي ناخد عليه فول مارك ان شاء الله على بعض بتاع السيو بي دي. خلاص طب سمعنا اكسبيرت ويزز هنقول ايه؟ والله سمعنا اكسبيرت ويزز مثلا لو سمعنا بايلاتر خلاص ان هي جنرالايز اكسبيرت ويزز خلاص. طب سمعنا مثلا في رايت سايد يبقى ان ذا رايت سايد ماشي في الاي في الابر او في الميدل زون على حسب انت سمعتها فوق ولا في نص ولا تحت. خلاص حد معاه سماعه؟ هات يا مريم. يبقى انا داخل بالسماعه في الشيست بسمع ايه؟ الصوت على ناحيتين عادي ولا قليل؟ ها في صوت غريب ولا لا؟ الصوت الغريب ده قصدي بيه اللي هو ايه؟ نويزز كريبيتيشن. خلاص هنحط السماعه فين؟ في نفس اماكن التي في اف. نفس اماكن التي في اف اهو. خد نفس. خد نفس. سوبر ميموري. خد نفس. خد نفس. انفرامي. خد نفس. خد نفس. ابر اكزيلري. خد نفس. تاني. كومباريزون. خد نفس. تاني. خد نفس. تاني. قوم. خد نفس. خد نفس. سوبر سكابلر. انت سكابلر. خد نفس. خد نفس. او مش سكابلر بقى ابر زون ميد زون لور زون. انفا سكابلر دي اللي هي اللور زون. خد نفس. خد نفس. خلاص رايح يا عم. شكرا. بس يوز ذا سكوتيشن ان ذا بس. كومنت هو تكنيك واحد الموتور ريفلكسز الموتور سيستم. انا اسف الموتور سيستم. الموتور سيستم هنتكلم عن واحد انسبكشن. اثنين البالبيشن. انا هنا بستعبط يا جماعه. هنا بستعبط. البالبيشن هنقسمه لتون وباور. كده مش اوستنتيشن بقى. في هنا ريفلكسز. في كوردينيشن. خلاص؟ دي الدخله الاولى. خلاص؟ هنيجي للانسبكشن. السؤال دايما بيجي اكزامين موتور سيستم. دي هيقول لك موتور سيستم اوف بوس على حسب بقى فين بوس ابر ليم او لور ليم حاجه منهم بس يا اما اكزامين باور باردن اند ريفلكس. اكزامين باور اند ريفلكس اوف رايت ابر. هيحدد مثلا رايت ابر ليم او رايت لور ليم او ليفت او ليفت. يعني يقول لك بص بص غالبا مفيش موتور ما يتقالش موتور سيستم فرانكلي بصراحه. هي غالبا باور اند ريفلكس من الاخر. خلاص على حسب بقى الدور على حسب القصه اللي يعني على حسب كل يعني اسمه وسيستمه. خلاص ده غالبا ده سؤال دايما للامتحان. خلاص ماشي. الانسبكشن دلوقتي احنا داخلين على الانسبكشن. هنسبكت ايه؟ سواء ابر ليمب او لور ليمب. اي ليمب في الدنيا اهو بصوا من غير اي حاجه. سكن مصر عشان نسستم عشان بالاخر في الامتحان. والله يا رب انا داخل ايه ابص ايه انا داخل ابص عليه فانا ببص على ايه في الليم. سكين مصر سكين مصر ايه بون. طب السكين هنبص على ايه واحده واحده. سكين هنبص على واقف ثانيه عشان اسمع بون
السكين هنتكلم فيه هنتكلم هنشوف اول حاجه نعلق عليها ايه في كلر تشينجز ولا لا كلر تشينجز ولا لا ادي واحد قصدي كلمه كلر تشينجز عشان معناها يعني عينه عنده سكيميا بتلاقي كريك اكثر زرقانا من رجل تانية واكثر صفوعات خلاص ده كلر تشينجز او لو عيان عنده اي بقى قصدي بيها بيجمنتيشن او حاجه بتاعه الديابيتس مثلا خلاص او بتاعه الفينوس بيجمنتيشن على الناس اللي عندهم فايكوز فينا او دي بي دي كلر تشينجز توفيك لازم هنناولو يعني هنقول زي نو كلر تشينجز زي نو توفيك تشينجز لو فيها نقول توفيك تشينجز دي قصدي بيها ايه اللي هو الفول اوف هير تلاقي راجل من دول وشعره واقع شعره واقع ليه عشان بيبقى عنده حاجه اسمها ديستيوس اتروفي ان اللب مش شغال هو مش شغال وشعره بيتساقط من عليه ميوتيشن راح فول اوف هير بريت النيل ايه المقصود ببريت النيل اللي هي الضوافر بتكون مشققه ضوافر الرجل بتكون مشققه بريت النيل ايه غير التوبيك تشينز تاني ممكن ضوافر فيها اللي هي حاجه اسمها الانتر ديجيتال ما بين الصوابع انتر ديجيتال ديجيتال انفكشن انتر ديجيتال انفكشن بعد كده عندنا يا جماعه هنشوف ايه تاني بالسكين قلنا كلر تشينجز توبيك تشينجز وقلنا توبيك تشينجز حاجه من الثلاثه اهي وبعدين قلنا ال السي الثانيه اللي هي كولدنس شوف رجلي ساقعه ولا لا اللي هي بنكونفيرم بيها الكلر تشينجز ثواني اسف وقف اهو ممكن قلنا هنشوف في كلر تشينجز ولا لا في ريكومنديشن ولا لا شوف التشينجز ابيض كله فين كله غير والبيت النيل ويعاود انت بس ما بين الصبع لا كولدنس ولا لا لو رجلي ساقعه ثاني مصدر بقى قصدي فيها حاجه من الاثنين يا فانتيكريشن هنقدر نعمل اللي عايزين كده على قد ما نشوف فانتيكريشن لا دايما النيو از باي لاترال يعني بعمل هنا النيو مش نايم لو رجع والفستيكيليشن خلاص وايه تاني في المصر ايه تاني في مصر اللي هي السايز ويسكي ويسكي ولا هايبر بروفايل مصر هنقارن سواء بالموضوع او بايدينا خلاص هايبر بروفايل خلاص الجون قصدي بيها الجون قصدي بيه ديفورمتي في اي ديفورمتي يا جماعه ماشي ماشي او في اتيتيود معين وردي يعني ايه اتيتيود معين وردي يعني عيان مثلا حاجه اسمها اتيتيود عيان مثلا ابا وجود النوم يجي خلاص انا في الايه عامل بريتش الاتيتيود كده بتبص على عيان مثلا لقيت مثلا العيان دلوقتي عندي ايد كده وايد كده عامل رفع كده تمرين ده خلاص دي عامله الليمب ده دلوقتي حاجه اسمها فليكشن اتيتيود طب لقيت صباعي ده عامل اللي بره كده صباعي دي مثلا حاجه اسمها ايه او ده ديفورمي كده حاجه اسمها ايه هلس بلجس بس من الصباع الكبير تحت اللي هي فكره بلجس وفيروس بيحطوها في الاطفال دي بلجس دي فيروس طب والله لقيت السكين في السر فينس السر لازم نقول ان دي السر او لو مثلا في امبيتيد توب فاضل في لازم نقول لو لقينا حاجه نقولها خلاص ولو ما لقيتش نقول نقول نو نو السر نو ريبليكيشن نو توبيك تشينجز نو كولتس خلاص ده بون شو نو ديبلوميتي او لو في ديبلوميتي شو هو ديبلوميتي خلاص يبقى التيو بريكشن وتيو بريكشن تاكيد وهكذا فانسكريشن هنعمل يمين وشمال افضل نشوف في فانسكريشن ولا لا الويستي الويستي ولا او هايبر تو فايت سواء الموضوع او الدينا وهنعملها دلوقتي على الشكل الموجود دوت هنشوف الدينا خلاص ده الانسبكشن خلاص ده الانسبكشن صح؟ هنيجي بقى لايه؟ البالبيشن 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 تون وبرد خلاص؟ هنبدا بالتون التون قاعده عامه في الحياه سيب نفسك خالص سيب نفسك ايه؟ خالص
ماشي. اول حاجه ده اول اوضه دي العيال. هنقسم ابر ليم لوور ليم. الابر ليم ثلاثه ثلاثه خلاص. اللوور ليم ثلاثه خلاص. ابر ليم اول حاجه خلاص شيكينج شيكينج. هنزيد العيال شيكينج خلاص شيكينج. حاجه في النص فليكشن اكستنشن. فليكشن اكستنشن انا اللي عاملها للعيال. فليكشن اكستنشن حاجه فوق. يبقى ده الشيكينج ده يعتبر حاجه ايه؟ حاجه تحت. حاجه تحت لاني ماسك العيال من تحت. حاجه في النص فليكشن اكستنشن في النص. حاجه فوق شيكينج. بتيجي من ورا وتهشكه زي زي الطفل لما نهشكه شيكينج. يبقى التون فوق في الابر ليم. حاجه فوق حاجه تحت حاجه في النص. حاجه فوق هي الشيكينج. حاجه تحت هي الشيكينج برضه. يبقى شيكينج فوق وشيكينج تحت وفي النص فليكشن اكستنشن خلاص. ده الابر ليم. اللور ليم نفس الطريقه شيكينج. بس لو قلنا هنا ان الشيكينج فيرتيكال فالشيكينج هنا يا جماعه هوريزونتال. ننزل رجلي العين ونعملها كده وهنعملها دلوقتي ايه مع بعض خلاص. برضه في الكونفليكشن اكستنشن اليمين فليكشن اند اكستنشن. بعدين تالت حاجه اللي هي ايه؟ الهيب شيكنج. الاول الهيب ده هنعمل هولينج للهيب. هولينج للهيب. يبقى برضه لو هنطبق نفس الكلام يبقى حاجه من تحت اللي هي على الانكل قصدي انا بستعبط. فليكشن اكستنشن على مستوى النيل. الحاجه اللي في النص في النص هنا تحت هنا فوق هولينج. لازم بالايدين بنيجي كده ونعمل ايه؟ هنعملها مع بعض دلوقتي. ونيجي نهز رجله او يا هولينج يا اما سيل كام دكشن. رجل رجل وبلفها وبلفها سيل كام دكشن. يبقى التون يبقى التون نسيب نفسه خالص. عندنا الابر ليمب ثلاثه واللور ليمب ثلاثه. الابر ليمب خلاص فوق حاجه فوق حاجه تحت وحاجه في النص. حاجه تا او بس لازم توحدي. هنبدا من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ لو هنبدا من تحت لفوق هو ده التجاه العرفي ان كده. يبقى الشيكنج الاول من تحت في النص فليكشن اكستنشن خلاص. انت اللي بتفردي او انت اللي بتفرد ايد العيان وبتتنيها خلاص في الناحيتين طبعا لانهم كومباريزون عشان اشوف التون في مين اعلى من مين خلاص. والشيك والجوا اللي هي الشيكنج بقى اسمها جوا ميسون. دي ايد ده باي لاترال ات ذا سيم تايم مش كتف كتف من ورا العيان وبنهشمه خلاص. ونفس الكلام في اللور ليم الشيكنج من تحت بس الشيكنج هنا بيبقى هوريزونتال خلاص. الفليكشن والاكستنشن في النص وفوق السير كونتكشن او الرولينج ليب. ودي لازم نشوفها مع بعض خلاص. ده الايه؟ ده التون. ممكن نبتدي بالاسبكشن كده والبارتيشن عشان بس الدنيا ما تتهوقش في الموتور خلاص. خلاص انا دلوقتي ايه سكين ماسل. سكين ماسل بقى ايه دايما في دماغي اللي هو ليمب او الابر ليمب. سكين ماسل بون سكين اهو. شوف كده واقع اشوف الباك في اي حاجه ولا لا. بشوف صوابع العيان فيها حاجه ولا لا. خلاص اهو بشوف في اي حاجه ولا لا. خلاص ماشي. احنا قلنا سكريتش قلنا لو في توفيك تشينجز او كلر تشينجز فاضل ايه دي محمره ودي مزرقه. يبقى في هنا يبقى في هنا سام سورت اوف سكيميا خلاص. في مثلا قلنا ايه توفيك تشينجز او قلنا غير توفيك تشينجز قلنا كلر تشينجز. توفيك تشينجز مثلا لقيت شعره كله محلوق لا او مش موجود يبقى مثلا في الليمب اللي هو فيه مشكله. يبقى ده غالبا فيه ايه؟ يبقى غالبا فيه في فولو فيه ده فيه توفيك تشينجز واضحه. او بين صبعه فيه انفكشنز او ضوافر رجله ايه فيها فيشرنج كده. الفيشرز اللي بتبقى باينه في الضوافر دي حاجه اسمها بيتل نيلز خلاص. او لو في اي بيجمنتيشن غريبه في السر لقيناها. وغالبا ان شاء الله مستر هولي الكلام ده كله مش موجود خلاص. معانا بس الفولو فير ده اللي بلس ماينس ممكن نلاقيه خلاص. ده بالنسبه للايه؟ ده بالنسبه دلوقتي اهو ده السكن خلاص. ده السكن
هنيجي بعد كده المصل اهو جاست فليكرينج ذير از نو فاسيكيليشن. هنجيب ايدينا كده المفروض امشي كده واشوف هنا وهنا في اي ويستنج ولا لا. الصح ان احنا نمشي ايدينا كده كلها ماشي ده كده واشوف انا قاوم لازم ده بالمقاومه او الصح بالمزوره ونشوف السايز هنا السايز هنا فضلت بعض ولا لا. خلاص ده كده ايه ده الويستنج تايب. دلوقتي جينا ايه لقينا مثلا ابو حميد مثلا عامل ايه اقول لكم عامل كده خلاص عامل كده دي يبقى واخد فليكشن اتيتيود مثلا واخد فليكشن اتيتيود. طيب لقينا ابو حميد مثلا عامل كده تعرف تعمل حركه الفوك يعني رجلي كده ورجلي الثانيه كده كده واخد حاجه اسمها فوك فيز ايه ديفورميتي او فوك فيز اتيتيود اللي هي بيبقى فيه هايبوتونيا على الناحيتين بتشوفها كتير قوي في الاطفال بالذات يعني. خلاص ماشي خلاص كده مثلا واخد اي اتيتيود مش لازم على حسب ايه الاتيتيود اللي هلاقيه. طيب دلوقتي مثلا ايه لقينا الصباع الكبير مثلا معمول كده يبقى ده ديفورميتي خلاص ديفورميتي احنا اتفقنا ان البول ايه حاجتين ديفورميتي وايه وايه اتيتيود قلنا الاتيتيود اللي هو فليكشن او اكستنشن ايا كان الاتيتيود اللي موجود قدامك خلاص او فوق فيز دي معناها ان فيها هايبوتونيا شديده زي ما عملها كده خلاص او ديفورميتي في البول نفسها تمام كده يبقى ده كده الانسبكشن يبقى باي انسبكشن هنيجي نعلق باي انسبكشن يبقى هنقول كده لور ليمب ذا سكين شو مثلا نو تروفيك تشينجز فاذر نو تروفيك تشينجز نو كولر تشينجز نو سكارز نو بيجمنتيشن نو فاسيكوليشن لان الفاسيكوليشن انا بقسمها كمصل في السكيما لكن هي اون ذا سكين فاهم قصدي ماشي نو فاسيكوليشن ذير از نو مصل ويستنج احنا عملناها ذير از نو مصل ويستنج ذير از نو ديفورميتي اللي هو اللي احنا قلنا البون ذا بيشنت هاز رايت فليكشن اتيتيود مثلا رايت فليكشن اتيتيود ان هيز لور ليمب خلاص ده كده باي انسبكشن حلو قوي زي الفل عايزين نزود حته التراديشنال انفكشن ماشي في ألسر مفيش ألسر الكلام ده كله مستلي جراحه مش بطنه خلاص نيجي بعد كده لايه للتون اتفقنا ثلاثه فوق وثلاثه تحت ثلاثه اللي فوق سيب نفسك خالص خلاص اهو من تحت لفوق اهو قلنا الطبيعي لو عين عنده هايبرتونيا في ناحيه عن ناحيه فرضا هتلاقي دي تقيله مش عارف ارفعها ودي ايه بتتهز معايا على طول يعني دي مش عارف اهز كده في صعوبه ممكن تمثل ان انت عندك هايبرتونيا هنا اهو هو كده بيمثل اهو فانا مش عارف بصي التانيه بتتحرك معايا هنا دي تقيله تمام يبقى هو عنده هايبرتونيا على الرايت سايد على الرايت سايد خلاص يبقى هو عنده هايبرتونيا على الرايت سايد ده مثلا ده في الابر ليمب في اللور ليمب الشيكنج كده يا شباب هوريزونتال كده لو عين عنده هايبرتونيا بقى بس انت عندك هايبرتونيا بص هيبقى ناشف وايه هيفتح معايا زي السكينه اللي هي اللي اسمها كلاست نايف سبيسيس زي السكينه هيفتح معايا بس بصعوبه هيقوم فاتح فجاه خلاص الهايبرتونيا اللي في الابر موتور نيون ليجن بالذات بص بيفتح معايا بصعوبه بس بيفتح اسمها كلاست نايف خلاص الرولينج بقى بص يا سلمى رولينج يو كان سي فور مي ده خلاص بقى الشيكنج قلنا من تحت كده وكده في النص فليكشن اكستنشن رولينج من فوق في طريقه ثانيه ان انا اثبت كده وافصل واعمل كده كومبارزن خلاص ده كده ايه التون ستوب انا بس كان في حاجه نسيتها يا جماعه في الموتور في النقطه بعد ما قلنا الانسبكشن بعد ما قلنا البالبيشن قلنا احنا هنا بنستعرض عشان نفصل قلنا تون وباور والفليكسس في الاخر رقم ثلاثه الفليكسس رقم اربعه حاجه اسمها كوردينيشن ما بتتعملش عاده في الامتحانات يعني بس ممكن تتسال عليها كده كمان بتتعملش ان هو سيستم كده في حاجه بلس ماينس فوق ده لما بقى اكزامين الميو ان شاء الله في حاله الدكتور حاجه اسمها جيت هنعوم من العيان ونشوف الجيت بتاعه بس الكلام ده مش عليكم دلوقتي ولا حتى في السنه خلاص اللي ده لو الدكتور غلس قصه ثانيه
خلاص حكى خلاص التون والباور. الباور بقى الباور الباور ماشي. الباور قواعد اللعبة في الباور، قواعد اللعبة في الباور يعني ديستنس نبوغزنا يعني بوكس من اللي نستر. خلاص الباور برضو هنقسمه ازاي يا جماعه؟ الباور ده لازم اوردرز بالعربي للعيال. اول حاجه الاوردرز بالعربي دي حاجه اسمها باسيف، باسيف دي يعني وزاويه ريزيستنس، باسيف دي يعني وزاويه ريزيستنس. واكتف دي معناها الباسيف اللي بزود ريزيستنس. انا اكشلي ام ستارتنج تو بي تايرد صعب، انا ثبتني واكملكم ان شاء الله. الباسيف بقى الابر ليمب اهو برضه ايه اللي هو ده بقى صوابع صوابع ايدك يا اما صوابع ايدك لفوق صوابع ايدك لتحت، فنط صوابع ايدك ضم سبح سبح ايه في ايدك كلها حته واحده. اول حاجه بنتكلم فيها الفينجرز اللي هي ديستال من بره لجوه او من الابعد للارض. فينجرز يبقى الفينجرز كام حاجه؟ صوابع ايدك لفوق صوابع ايدك لتحت فنط صوابع ايدك ضم سبح اقفل ايدك كلها حته واحده. خلاص ادي كده الصوابع خلاص ماشي. كف ايدك لفوق كف ايدك لتحت، لازم الاوردرز بالعربي. كف ايدك لفوق كف ايدك لتحت ده ريست. خد كوعك عليك افرد كوعك او اتني كوعك وافرد كوعك خلاص. ده الالبو افرد كوعك واتني كوعك الالبو. الشولدر بقى في كذا حاجه، الشولدر في كذا حاجه. الشولدر دراعك كله لفوق دراعك كله لتحت فليكشن اكستنشن. دراعك لبره دراعك لجوه او جنح وضم خلاص. في حركه ثانيه ساعات بتطلب اللي هي فكره الاكسترنال روتيشن والانترنال روتيشن، لف ايدك لجوه لف ايدك لبره. دي بلس ماينس بصراحه هو دايما اللي بتطلب ده او بتقولوه انتوا بالعربي كده. دراعك لفوق دراعك لتحت دراعك لبره دراعك لجوه خلاص. بلس ماينس انتوا اللي بيه ممكن نقول للدكتور ممكن اعمل لف ايدك لجوه لف ايدك لبره الاكسترنال والانترنال روتيشن عشان ده الشولدر اللي هي الديفيز بتاعت الشولدر دي خلاص. يبقى الابر ليمب تاني اهو من بره لجوه صوابعك لفوق صوابعك لتحت صوابعك لبره صوابعك لجوه او فنط وضم سبح خلاص سبح. ها ايدك كلها اقفلهم حته واحده. كوعك لفوق كوعك لتحت كفك لفوق اسف كفك لتحت كوعك لفوق كوعك لتحت او ضم اتني كوعك وافرد كوعك. ها دراعك لفوق دراعك لتحت دراعك لبره دراعك لجوه خلاص. لف دراعك لجوه لف دراعك لبره ناحيتين باي لاترال بين كار كلام واضح خلاص. ده الاوردرز ده الابر ليم. يبقى خطه الابر ليم خطه الابر ليم من باور لجوه باور ليم يا شباب. اللور ليم اللور بسم الله الرحمن الرحيم تعالى. والله بص هو ممكن برضه فينجرز ممكن فينجرز صوابع رجلك لفوق صوابع رجلك لتحت وارد وممكن ما تقعدش كتير بس وارد وممكن خلاص صوابع رجلك لفوق صوابع رجلك لتحت
بس هنا صبعك لك لتحت بس مفيش بقى جنح وضم اللي مستحيل عشان اللامبكنز والانت قصايا الهاند غير المختلفة شوية عن الفوت مش رجلك لفوق مش رجلك لتحت ده الانكل مش رجلك لفوق مش رجلك لتحت ده الانكل خد ركبتك عليك او اتني ركبتك وافرد ركبتك براحتك اي اوضه هتقول اتني ركبتك وافرد ركبتك خد رجلك عليك واتني ركبتك اللي انت عايزه الهيب الاوضه فيها ايه ارفع رجلك كلها حتة واحدة من غير ما تسندها ارفع رجلك كلها حتة واحدة من غير ما تسندها يبقى البار 4 في اللور ليمب و4 في الابر ليمب من ديستال قاعدة تبقى ثابتة هنبتدي بوكزمان هنكمل بوكزمان ديستال هنبتدي ديستال انا شخص من ديستال بوكزمان عشان تسألوا عن سوق خلاص تمام تعالى يا مين مش انت مسستمهم كويس؟ خليك انت تتعاملهم عليا طب نام صابع ايدك صابع ايدك لفوق صابع ايدك خد اتني صابع ايدك الاثنين صابع ايدك الاثنين لازم يبقى اوضه للاثنين صابع ايدك لفوق صابع ايدك لتحت ها فنط صابع ايدك ضم صابع ايدك صبح ربنا صبح ربنا خلاص اقفل ايدك كلها حته واحده اقفل ايدك كلها حته واحده تمام كف ايدك لفوق كف ايدك ايوه كف ايدك لفوق كف ايدك لتحت كوعك لفوق او اتني كوعك الاثنين مع بعض اه وافرد كوعك مع الاثنين في الاوضه الاثنين اتني كوعك الاثنين افرد كوعك الاثنين افرد تمام دراعك لفوق دراعك لتحت دراعك لبره الاثنين انا هقول حاجه الاثنين دراعك لجوه دراعك لجوه دراعك لبره ماشي ايه التاني لف دراعك لجوه لف دراعك لبره انترنال اكسترنال روتيشن خلاص نيجي نفس الكلام في الليمب بس مش هعرف عشان الجزمه بتاعته ايوه صابع ايدك لفوق ماشي صابع ايدك لفوق خلاص صابع هي لفوق فعلا صابع ايه ماشي صابع ايدك لفوق صابع ايدك لتحت خلاص مشت رجلك لفوق مشت رجلك لتحت خلاص خد ركبتك عليك افرد ركبتك خلاص ارفع رجلك كلها حته واحده من غير ما تسند ارفع رجلك كلها حته واحده من غير ما تسند تمام ماشي نزل تمام ده جلست ريزيستنس ايد مثبته الجوينت وايد ثانيه ايه هي اللي بتعمل ريزيستنس يعني انا ايدي اهي ايدي اهي مثبته الجوينت خلاص ماشي زق ايدي لبره زق ايدي لبره زق ايدي لبره ماشي زق ايدي لجوه تمام 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 خلاص تمام حلو قوي اهو تمام ماشي زق ايدي لجوه بصوا انا ايدي اهو فوق الـ القلبه فوق القلبه ايدي الثانيه زق خلاص ماشي الثانيه لجوه تمام حلو قوي المفروض على الناحيتين بالمقارنه خلاص على الناحيتين بالمقارنه تمام هنيجي بقى لهنا لهنا هنعمل ايه هنا بقى بص تعالى اوريك هنا زق ايدي لفوق زق ايدي لفوق ازاي بقى زق ايدي لفوق بالظبط تمام زق ايدي لتحت تمام زق ايدي لبره تمام زق ايدي لجوه تمام حلو قوي ده اللي اجينست ريزيستنس على الشولدر الاكشنز بتاعته كده اهو لفوق لتحت لبره لجوه تمام ده كده ضرب ايه ضرب ابر ليمب اللور ليمب بنفس الطريقه مش رجلك اهو جوينت هنا اباف جوينت اباف وبيلو خلاص يو كان سي فروم هير يو ار نوت ان اوت خلاص مش رجلك لفوق او زق ايدي لفوق زق على ايدي لتحت خلاص هثبت الجوينت اهو خلاص خد ايدي لجوه زق هنا لا زق على ايدي اللي جوه اتني ركبتك على ايدي لا استنى ايوه انا اسف كده ايه
ثواني لازم بتنهي الاول شويه. ها زق ايدي لجوه ماشي، زق ايدي لبره خلاص، ايد فوق الجوينت او جوينت وايد بلو ذا جوينت، ولازم يبقى فيه فعلا فعلا فليكشن صح. انا فاكر انا نسيت انا دي خلاص. ده بالنسبه الناحيه الثانيه اهو خلاص، زق ايدي لجوه، زق ايدي لبره، تمام تمام ماشي. ال بتاع ده ماشي. ال ارفع زق ايدي لفوق، زق ايدي لتحت، جنح لبره، ضم بص ابو هلم نو هلم ابو هلم اتلتزم. نقسم برضه حاجه اسمها فيسيولوجيكال باصو لوجيكال. خلينا في الفيسيولوجيكال الاول. الاره لم ثلاثه والله لم ثلاثه، قصدي الديب ريفلكس يا شباب هنا عشان تبقى فاهمين، قصدي الديب ريفلكسز. مبدئيا يعني خلاص ماشي. واي ريفلكس في الدنيا، السؤال اللي بعده السي كام وكام، ده سؤال مقدس. الابر لمب 3 باي بتاعت الشباب، وتراي بتاعت الشباب برضو، وبريكيو رادياليس، دول الفيسيولوجيكال خلاص. باي وتراي وبريكيو رادياليس، باي وتراي وبريكيو رادياليس خلاص. اللي هو لمب بقى عندنا حاجة تحت الأنكل، حاجة فوق النيل. أنكل ونيل خلاص. ده الفيسيولوجيكال. الباثولوجيكال يبقى فوق ثلاثة، الأبر لمب باي وتراي وبريكيو رادياليس، واللور لمب انكل ونيل خلاص. انكل ونيل. طيب الباثولوجيكال يعني ايه باثولوجي؟ فكره ان في مشكله في النيورون ان المورو سيستم، في مشكله في النيورون ماشي. هناكد ازاي؟ هناكد غالبا ده اللي بيجي لكم في الامتحان او بتعملوه دوت فيسيولوجيكال خلاص. وممكن الكرونس لو طلب منكم هقول لكم ازاي الدنيا هتمشي خلاص. الباثولوجيكال باثولوجيكال يتقسم برضه upper limb و lower limb. حاجة فوق، حاجة فوق، خلينا فاكرين ان ده هنا ثلاثة، خطة اللعب هنا ثلاثة وهنا اثنين، عشان هنجمع بعد كده حاجات الـ upper limb لوحدها و lower limb لوحدها. upper limb حاجة فوق السوبرا سباينيتس، حاجة تحت انا هنا بستعبط لان فيهم كذا ريفلكسز الفينجرز. حاجة في النص، حاجة في النص، حاجة اسمها البيكتورال، البيكتورال حاجة فوق حاجة تحت حاجة في النص، حاجة فوق السوبر سبينيتس، حاجة تحت الفينجرز دول كذا ريفلكس، حاجة في النص البيكتورال جول. اوكي يجي بقى اللور لمب. اللور لمب يا جماعة اللور لمب اللولم عندنا برضو حاجة فوق باتيلر، حاجة تحت ال اسمعني البابينيسكي، حاجة في النص الأدكتور، الأدكتور باثولوجيكال، باثولوجيكال، باثولوجيكال اللور لمب ثلاثة، حاجة فوق حاجة تحت حاجة في النص. في اللور لمب ثلاثة حاجة فوق
حاجه تحت حاجه في النص فوق سوبرا سباينيتس تحت فينجرز فينجر ريفلكسز بصفه عامه كلهم في النص البيكتور في اللور ليمب حاجه فوق باتيلا ريفلكس حاجه تحت البابينيسكي حاجه في النص بقى الدكتور خلاص هيفضل لنا حاجتين خلاص كورونس فوق في الابر ليمب وكلوفيسين تحت في اللور ليمب هنا 1 وان كرونس 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 فوق واثنين تحت واثنين تحت هنا بتاع الريست اللي هو ويست اللي هو الهاند الهاند كرونس ريست كرونس خلاص وهنا الانكل كرونس الانكل كرونس خلاص والباتيلا كرونس باتيلا كرونس مين ساح؟ تعبت انت صح؟ ساحت صح كده؟ كله ساح طيب انا عارف بس دي تقسيمه والله ما هتلاقوا غيرها كده طيب هنعيد تاني دلوقتي احنا هنخش مثلا نعمل الابر ليمب لازم هنعمله على بعض دلوقتي دلوقتي احنا عندنا دلوقتي داخل اعمل اكزامين الايه ريفلكسز بتاعت مثلا رايت ابر ليمب خلاص طيب رايت ابر ليمب خلاص رايت ابر ليمب يبقى هعمل اول حاجه ال حد معاه هنا عمرو شنطه؟ معايا طيب مش مشكله خلاص ممكن اجيب ممكن بالمفتاح مش القصه مش القضيه بقول ال لا عشان الوقت خلاص ال دلوقتي يعني الباي الباي بنخلي الايد العيان 120 درجه وايدينا على التندو ايدينا على التندو خلاص وهنضرب قاعده الريفلكسز اه نسيت اول حاجه قاعده الريفلكسز عري العضله وعينك عليها وعينك وعينك عليها على العضله وعينك عليها يعني انا عملت التكنيك وقاعد ببص على نفسي على على الهامر هخلص لازم اكون باصص على التست اللي انا بعمله تمام دلوقتي انا 120 120 درجه اهي واصبعي هنا على البايسبس تندون ها وبضرب عيني فين عيني فوق على العضله فوق خلاص ادي دي 120 درجه بتاعت الباي طب الطاي 90 ديجري واقوم خابط هنا على ايدي طاي 90 ديجري واخبط خلاص بسيب الهامر ينزل على ايدي مش بمسك الهامر كده لا كده من فوق لايتلي كده وعيني طاي اهي عيني فوق على الطاي على العضله عامل العضله كويس قوي وعيني على فوق على العضله خلاص البيكيوادياليس 4 سم برضه 120 درجه بقى زيه زي البايسبس 120 درجه خلاص واخبط هنا على طول من غير صنب ولا حاجه بخبط على طول على البون هنا 4 سم هنا اضاف الستايلوبوسس 4 سم اضاف الستايلوبوسس خلاص 4 سم باب الستايلوبوسس وبخبط المفروض بشوف الريفليكشن بشوف الريفلكس فين بشوفه فين اضاف بيحصل سام صوت اوف كونتاكشن لو في قصدي لو في ريفلكس يعني خلاص ده بالنسبه للايه الفيسيولوجيكال اللي هو الباي والتراي والبيكيوادياليس طب الباثولوجيكال اللي غالبا ما بيجيلكوش او ما بتعملوش قوي سوبر سباينيتس دي لازم نعملها على حد عشان اوريكم خلاص السوبر سباينيتس دي فوق من ورا هنا على الايه على السكابيلا من فوق على السوبر سباينيتس البيكتور اللي هي البيكتوريس لما واحد بيشد نفسه كده التندون اهو باين او بنحط الصنب هنا ونضيف خطين ودي يحصل ريفلكس او هايبر ريفلكس يعني دي البيكتوري خلاص الفينجرز 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 دي لازم هنعملها مع بعض هو ليهم كده تيستات انا مش حافظها كلها تيستات بس التكنيك يعني يا اما حد يمسك ايد حد فلما يمسك ايد بين بعض في تيست منهم كده فمصبعك جاي عامل كده خلاص كده يبقى في هايبر ريفلكسيا طبيعي مش لما اعمل معاك كده ان انا صباعي ما يقلش لو انا عندي ضعف او كده صباعك هينزل صباعك هينزل خلاص ماشي ده تيست منهم التيست التاني ان انت ايدك بتكون كده انا ايدي انا ايدي البيشنت اهي وايدك انت كدكتور هنا وبتربط بالقمر هنا فلما تربط هنا ايدي تعمل كده تعمل معاك كده وهنعملها مع بعض دلوقتي ده تو تيست في تيست تالت اسامي التيستات انا مش فاكرها بصراحه ممكن تشوفوها في الكتاب خلاص بتعمل كده الصباع كده بتعمل صباع كده الصباع ده يقوم جاي معاك كده هتعمل صباع في النص الميدل فينجر كده الصباع ده يجي معاك كده خلاص ده كده ده كده الفينجرز تهت وتعبت وانا عارف معلش خلاص ال ايه تاني طيب ده الابر اللور اللي هو نفس الطريقه هن بس لازم نعملها على بعض خلاص تعالى تايتو كويك ان احنا خلاص الريفلكس اهو ايد العيان 120 درجه ايد العيان 120 درجه تندون اهو بايسبس بايسبس اهو ايد العيان 120 درجه مثل ان في هايبر ريفلكس بقى اهو وعيني هنا فوق ها
بالظبط لايك ذس. بص نسيب التندون نسيب المهو الهامر ينزل خلاص لايك ذس. تمام الناحية الثانية لايك ذس 22 درجة لايك ذس. تمام لايك ذس اوكي. ده الايه ده الباي تراي الطاي كان على الفينجرز ولا دايركت؟ حد يفكرني كانت على ماي فينجر ولا دايركت؟ اسينك دايركت صح؟ وعيني فين؟ فوق. عيني فوق على الطاي الناحية التانية نفس الكلام خلاص وعيني فوق طبعا ماسكة كده مش دي مش الهامر ده الهامر التاني ها؟ على التندون التندون اهو نحط ايدينا الاول نحس التندون ونعمل نحس التندون الاول اهو ونقوم ايه رازعين خلاص ماشي. ركبة ديالز 120 درجة اهو 4 سنتي اهو في الاستيلو بوسس 4 سنتي 4 سنتي اهو في الاستيلو بوسس اهو اهو وعيني على البيكيو ديالز هنا اهو عيني هنا اهو بالظبط خلاص ده كده ايه ده كده ده الايه الفيسيولوجيكال بتاع الايه بتاع الابر ليمب خلاص الباثولوجيكال بتاع الابر ليمب عشان نخلص الحاجات كلها مره واحده اهو ده السوبر سباينيتس اهي العضله اهي ونهبط عليها لفوق اعمل كونتراكشن كده لايك هايبر ريفلكسي اي ثينك دي باي ماي باي ماي فينجر خلاص الناحيه الثانيه دي كده ودي كده البيكتور اهي نعم نعم البيكتور لايك ذس اهو البيكتور التندن اهو التندن اهو اهو التندن اهو تحت ايدي اهو اعمل ريفلكس وعيني فوق على البيكتوريلس البيكتوريلس ده التندن اهو ده لو فيه هايبر ريفلكس هنا حصلنا الناحيه الثانيه نفس الكلام خلاص ايه بقى احنا كده قلنا حاجه فوق السوبر سباينيتس حاجه في النص البكتوريس حاجه تحت الفينجرز الفينجرز حاجه من الدنيا يا اما التكنيك دوت انا مش فاكر الاسماء قوي بقى اراجعهم كده خلاص كده اهو اهو وهو بقى ايه هيبقى فيكس الصباع ده هيقوم نازل خلاص في تكنيك تاني اهو انا كده هو كده اهو هنقابل بعض لسه نوت نيور وانس اي ايه لازم ايدي كلها تبقى جواه كده العكس اندر خلاص اوكي تمام في تيست تالت الميدل فينجر خلاص همسك الميدل فينجر كده يقوم صباعه الكبير جاي لجوه تمام بس انا بس كده اوعى فوقها خلاص يبقى احنا كده ريفلكسات الابر قلنا باي 120 درجه تاي 90 ونبقى حافظين سي كام وسي كام البيكو ده 4 سم 4 سم ده كده الفيسيولوجيكال الباثولوجيكال قلنا حاجه فوق سوبر سباينيتس حاجه تحت الفينجرز الثلاث تستات اللي احنا عملناهم حاجه في نص البيكتوريس خلاص نيجي بقى للور ليمب قلنا اثنين فيسيولوجيكال اللي هما الايه قلنا الني والانكل الني الانكل هنعمل الاول عين كده 120 درجه نعمل ستريتش ستريتش بايه باول عشان نستريتش نستريتش عاوي العضله وعينك عليها مهم جدا تعويض العضله خلاص التندون بتاع الجاستو كلينيس اهو انا دلوقتي ماسك رجلي عين كده اهو هخبط هنا على التندون وعيني فوق هخبط هنا على التندون وعيني فوق بالظبط تمام ده كده الايه في وان تو كلوز سيزا كونتراكشن اهو عيني على التندون اهو كونتراكشن فوق عيني فوق تمام ماشي الانكل بقى مش رجل العيان يبقى لابس السيري بس فقط مش رجل العيان يبقى لابس السيري فقط المفروض طبعا رجل عني يتشمر خالص خلاص اجيب التندون مش الكان تناوي خلاص ماشي رجل اجيب التندون الاول اهو هنا اهو التندون اهو ماشي ماشي هو ما في عقله سنه كده بحيث مش رجله يبقى لابس وانا ارفع
اجيب التندون واقوم خابط. وعيني فين بقى؟ عيني فين؟ عيني جوه هنا. خلاص؟ الفليكس المفروض ان رجله تنطو شويه. بس عيني فوق، عيني فوق على جاستو كريميس. انا قصدي التندون اهو، هجيب التندون الاول واخبط على التندون. خلاص؟ الفليكس اهو. خلاص؟ مش عيني مش تحت، عيني فوق. خلاص ده كده، ده الايه، ده كده ده الفيسيولوجيكال، الني الني والانجل. خلاص نيجي بقى الايه للباثولوجيكال. الباثولوجيكال قلنا كام حاجه؟ ثلاثه، معلش عارف تفصلته، حاجه فوق وحاجه تحت وحاجه في النص. حاجه تحت هنجيب المفتاح اللاترال سايد. اوكي اوكي اهو كاتو سايد. If you want to ان انت تو سيميليت this one will be a dose question. اوكي ماشي، من على اللاترال سايد هنيجي. ماشي دوز فليكشن كده، بلانتر فليكشن ده الطبيعي. خلاص البتاع التاني بيبقى ايه؟ اوكي خلاص من اللاترال سايد ونيجي، مش من ميديال سايد. خلاص ده كده، ده الايه، ده الايه الحاجه اللي تحت اللي هو الانكل. الباتيلا بقى صح؟ في حاجه ثانيه قبل الباتيلا حد يفكرني؟ ماشي اه في النص الادكتور اللي فوق الباتيلا، احنا قلنا حاجه تحت. ماشي حاجه في النص الادكتور اهو، الادكتور اهو نصه ده اللي تحت. خلاص اللي في النص الادكتور اهو، التندون اهو. في ونت تو فيد ات فيد ات اه دي ستندر. خلاص وادينا هنا كده، يعني ايدي هنا ضغط وعيني هنا على الايه، عيني هنا شايفين. خلاص ده الايه، ده الادكتور. حاجه تحت اي نو اي نو، حاجه تحت يبقى الايه زي ما قلنا، زي بيبقى ايه ده البابينسكي. حاجه في النص الادكتور، حاجه فوق الباتيلا. الباتيلا هجيب رجل العين كده، هجيب الاول اسف هتنام عادي، رجل العين هتبقى كده. الباتيلا اهي بسوقها كلها، بمسكها كلها كده، بسوقها بصباع واحد كده خلاص، ومن فوق واقوم عامل من فوق، يعني بقوم عامل ايه كده من فوق خلاص على صباعي ده. ايه اللي يحصل؟ المفروض الباتيلا لو في هايبر فليكس تطلع وتنزل، تطلع وتنزل. خلاص تطلع وتنزل، يبقى التكنيك اهو. الباتيلا اهي صباعي كده هزق عليها واقوم ايه من فوق كده خلاص هيوصل. هو طبعا هيحاول يسميه ده عشان يساعدنا. ماشي خلاص هنيجي بعد كده ايه، كلوناس فوق واثنين كلوناس تحت. كلوناس اللي فوق ايدك اهي اهو ساكن كده، ايد بتثبت وايد بتعمل اهو. هو المفروض يعمل ايه بقى لما اعمل كده؟ المفروض ايده تبعش كلوناس. مكان سيميليت على فكره ولايك ذس ذس وان. اتني رجل الاول كده، اعمل ستريتش على العضله كده اهو لقدام وكده. نوت لايك ذس اوكي ماشي. فوت يا معايا، فوت يا معايا خلاص. ماشي 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 ماشي. ده اللي كده كده الكلونس اللي قطعت. الكلونس بقى اللي ناقص لنا ايه؟ الباتيلا. ناخد الباتيلا كده على بعضها كده ونقوم نازلين بيها فجاه مره واحده. ناخد نسحب كده ونازلين بيها. ايه اللي بيحصل اول ما بتنزلي بيها وتسيبيها؟ دي الكلونس دي الباتيلا لوحدها بتقعد تقص لوحدها. هتشوفها في اي عيان في الليسونز هايبر ريفلكس اكيد شفتوها انتوا يعني. طيب خلاص مهم يعني. طيب تمام ولا ايه؟ خلاص بنرفع كده واخدينها واخدينها لتحت كده فجاه. اللي بيحصل ايه؟ ان الباتيلا نفسها خلاص بينما بتقعد تلعب لوحدها، ده الكلونس من غير اي اكشن من الانسان. خلاص اتفقنا فيسيولوجيكال باي وتراي وبريكيو. الباثولوجيكال ثلاثه، سوبر سباينيتس بيكتواليس فينجرز فيهم ثلاثة، الأبر ليمب قلنا اثنين، أنكل ونيه، أنكل ونيه وثلاثة باثولوجيكال اللي هم حاجة تحت البابينسكي قلنا من على اللاترال سايد، حاجة في النص الأدكتور، حاجة فوق كاستعباط الباتيلا. خلاص إيه تاني مثلا؟ ده كده دي كده الريفلكسس، دي كده الريفلكسس، دي الريفلكسس. خلاص ستوب
Inspection of operation. غير مش هنعمل عليك يا inspection of operation. بس خلاص لما هو بيني سكيمة يعني. Inspection of operation. Post-cultation. Post-cultation. Inspection. أنا داخل أشوف إيه واقف عند رجل العيان مبدئيا في الأول. ها ماشي بشوف في بريكوديان فالج ولا لأ. بريكوديان فالج. خلاص تاني نقطة بتشوف فيها ايه عشان مين سكين يا جماعة ها الباك همساك ها اديني خلط هنا طبعا ماشي بس هنا مش هنشوف باك ولا حاجة دلوقتي ماشي السكين عادي تعالى فيه ابدون اقول بشوف ايه بالسكين بشوف فيه ميديان استرنوتوب سكار اللي بتبقى عند الاسترنوم كلها كده ميديان استرنوتوب ميديان استرنوتوب سكار اي سكار اي سكار خلاص في دايليتد فينز بتاعت ايه دايليتد فينز بتاعت ايه بتاعت السكوير اللي كيبل كونستراكشن خلاص لما عين بيبقى كونجستد في دايليتد فينز ولا لا في سكارز ولا لا في يا جماعه عادي خالص زي اي سكيل في الدنيا دي بيجمنتيشن ولا لا في اي بيجمنتيشن او لا في الشيست بس البلس دايما حاجه في الشيست هو والكارديو في حاجه في الاسترنم اسمها في حاجه في الاسترنم اسمها بنعلق عليها ساعات في السكين وساعات محطوطه على البون حاجه اسمها بيكتس الاسترنم نفسها ممكن نحطها في الشيست دي في الديفورمتي بتاعت الشيست لا في البون او نعلق عليها ساعات في السكين حاجه اسمها بيكتس اكس كافيتا الاسترنم بيبقى ايه باصص لبره او الاسترنم داخل لجوه راس في العين الناس اللي هم بيشتغلوا الجسامين بيفضل ساند كده فتحس فيه ديفورميتي عنده في الشيست اسمها بيكتس اكس كافيتا لبره اكس او بيكويكيا لبره لو انا فاكر صح واكس كافيتا لجوه اكس كافيتا بيكتس وبيكتس بيكويك يعني وانا فاكر صح ممكن برضه تبقى فاكر عليها بالجدال خلاص يعني دي بلس ماينس ها دي بلس ماينس يعني اللي بيدي تاني نسكوب نعلق على السكارز نعلق على دايليتد فينز بيجمنتيشنز خلاص ادي كده تاني نقطه تالت نقطه ايه بالسيشن وقف النفس وهشوف ايه هشوف كلمه ايه شوف كلمه في البالسيشنز بالذات وقف النفس بسرعه عشان هيموت ها لازم نبص بسرعه اشوف كلمه ايه باتيه الجبنه بقى باتيه المربى باتيه دي المقصود بيها ايه يا شباب العلم بالمنوي بالسيشن الايه ده عشان تحفظوا الاسماء لكن مش هنمشي كده بالمنوي بالسيشن ايبكس و اورتك بالسيشن التي داي كاسبت الاي ايبيجاستريك والبي دي بالمونا انا اسف بالموناري وفاستردن رايت اند ليفت فاستردن يبقى احنا عندنا تي بتي بتي يبقى بالمونا فاستردن الاي ايبكس واورتك التي داي كاسبت الاي ايبيجاستريك بالسيشن لما نيجي هنبص عليهم ازاي لو ده الانسان هنبص كده هنبص الاول على الايبكس هنبص يعني هنوقف نفس واقوم مايل بص على الايبكس وبعدين اقطع لفوق ابص هنا على اللي هي على البالمونري اريا ابص هنا على اوتك اريا في بالسيشن ولا لا وبعدين او نازل هنا خلاص هبص يمينا ويسارا في باسترنال بوزيشن على جنب الاسترنال ولا رايت اند ليفت خلاص بعدين هنزل هنا تحت الاسترنال كده على طول هشوف فيه بقى ترايكاسبيد بوزيشن ولا لا طبعا تحت شويه في البطن ايبيجاستيك بوزيشن احنا لسه عاملينها تانجنشال هنا ايبيجاستيك هنا ترايكاسبيد هنا باسترنال رايت وليفت او ليفت ورايت ليفت ورايت هنا اورتك هنا بالمونري تمام ماشي طيب هنيجي بقى نعلق على البلسيشن بص كومباين انسبكشن بلسيشن هنعلق على البلسيشن ازاي
في سؤال تاني بيجي بتاعنا القاضي كومان بيكس سؤال مقدس في الدور السابع. طيب خلاص نيجي بقى لايه كومنت كومنت على ايه على دلوقتي على كومنت على ايه اللهم صل على النبي. خلاص دلوقتي ايه البالسيشن اي كومنت في البالسيشن في البالبيشن بالذات احنا هنعلق على ايه على ده السكيما بتاعت اني بالسيشن في السبعه اللي احنا شفناها ساكت فاكرين ساكت اللي شفناها ساكت فاكرين ساكت بتاعت ادم دي بقى ساكت ايه ساكت دي سايت هتفهموا دلوقتي سايت وهتفهموا حالا area of propagation بس دي اكتر مع اوسكالتيشن ها مع اوسكالتيشن اكتر خلاص مع اوسكالتيشن اكتر خلاص السي كاركتر تي سيل تي سيل خلاص ايه المقصود بكلمه سايت يعني انا لما هاجي مثلا ابص دلوقتي على الايبكس هقول لكم كده مع زميلكم سريعا مثلا فرض هنلاقيها مثلا في السكس سبيس مثلا فرض او الفيفس ايا كان خلاص ميت كلابيك لالا مثلا مثلا قصدي ايه بكلمة سايت؟ بشوف حاجة اسمها localized ولا diffuse. localized دي يعني انا لما بحط اصبعي اي كان localize بحط الاول ايدي كلها وبعدين اي كان localize a pulsation by one finger. diffuse يعني ممكن تاخد two or three fingers وانا حاسس pulsations تحت ايدي. لكن في localized هي only one finger can localize اسمها من localization one finger. area of propagation دي اكتر مع ال oscillation مش مع ال pulsation بصراحة. خلاص ان هي البالسيشنز دي او ممكن والله وارد ان تقول البالسيشنز دي في كل حته يعني فكره ان انت تلاقي بالسيشنز في كل حته بالمنه او اوتك وارد بتوعي كاسبت ماشي وارد وارد كل كام بس اكتر حاجه اريا بروباجيشن دي في الاوسكالتيشن اوسكالتيشن يعني اكتر حاجه مني يعني بصراحه اللي هي فكره مثلا ان هنسمع انا هقول دلوقتي الاوسكالتيشن ايه السكيما يعني الكاركتر الكاركتر دي حاجه بقى بتيجي بتتراوح ما بين حاجه اسمها هايبر دايناميك ايبكس نايبر يعني تلاقي الايبكس كده قاعد بيرقص بيرقص ايه تحت ايدك انت ايدك ايه وهو قاعد بيرقص فيها كده بيخبط جامد قوي هايبر دايناميك من سواء من تاكي كارديا او من سيفير ارينيا او من سايرو توكسيكوزس طبعا الكوز في هايبر دايناميك ايبكس طبعا مش قليل هايبر دايناميك ايبكس او اسمها ايه هايبر دايناميك ايبكس وفي اللي هي السلابنج ايبكس اللي هي بتخبط وتعلق ساعات في الاوتك ستوز او كده او اي ستوز او هايبر تنشن تخبط ومعلقه شويه تضغط وتقوم معلقه شويه طبعا نتيجه ان في ريزيستنس جامده قوي في الاول ده سلافي ايبكس الدكتور هو مش المفروض ده مش فيفس سبيس ايه؟ فيفس سبيس ده هو ايه؟ الايبكس النمر في فيفس سبيس ده انا بقول فاضل انا بتكلم في افتراضات انا عارف انها فيفس سبيس خلاص طبعا الليفت فينتجل الليفت فينتجل هايبرتروفي الايبكس تنزل ايه؟ داون وورد اوت وورد لا انا اسف داون وورد بس الوايت بنتك اللي هو لما بيكبر الوايت بنتك اللي هو اللي داون وورد اوت وورد بمعنى ان الليفت بنتك لما يكبر سواء نتيجه هايبرتنشن او حاجه عشان القلب يقدر يضخ اجينست ريزيستنس اللي معموله ها الايبكس لما الليفت بنتك يدخل الايبكس ممكن تنزل تبقى في الايه؟ في السكس سبيس ميت كلافيكلر لاين لكن لو الرايت هو اللي كان كبير هتلاقي مثلا في السكس سبيس بس 100 اكسيلري لاين مش 100 كلابيكلا لاين يعني الايبكس طالعه او 7 سبيس البالسيشن حسها بره 100 كلابيكلا لاين ونازل لتحت لكن في الليفت نازل لتحت بس مش طالع لبره خلاص الثين نحط ايدينا ونشوف حاجه كده زي خرير الماء تحت ايدك كده بالبالسيشن بالفينجرز بال 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 بال
البالسيشنز كلها بتحس بالفينجرز سيل كده سيل في البال والبالسيشنز كده تمام ده كده كومباين انسبكشن اند بالبيشن بتاعك وصلت احنا قلنا ايه اول حاجه هنشوفها في الكود البالش اللي هو انا اقول الشيب على فكره نقدر نقول الشيب لو عايزين نحطها اس كاس نقول الشيب لو بنشوف في بريكود البالج ولا لا تاني نقطه بنشوف السكن في سكن في سكالز في بيجمنتيشن في دايليتد فينز ماشي في ايه تاني في اي ديفورمتي في الشيست سواء شيست او كارديك على فكره ايه تاني الاس الثانيه اللي قلنا سكن قلنا سكن قلنا شيب وسكن بعدين قلنا ايه تاني pulsations والpulsations قلنا seven pulsations هنبص وقف النفس طبعا في الاول وبص بصه وبعدين بكونفيرم بايدي ده pulsation على ساكت خلاص size area of propagation character fill خلاص في حاجه تانية ناقصه حد يفكرني كام كتاب في حاجه تانية ناقصه ما اظنش تاني كلهم جبناهم عايزين items بس اثنين items تاني مفيش يعني خلاص هدول سيب البي items ناصة اثنين items ناصة هو site و extent و character و capable sound و print site و ايه تاني بقى تاني و extent extent دي ليها size اللي انا عاملها بسايز و character تمام والبالبل ساوند خلاص بصوا عشان ما نلخبطش نفسنا في الـ في الـ في الايه ممكن عايزين تخلوها بي اي اكستنت اللي هي السايز بدل السايز ماشي عايزين تخلوها كده مش مشاكل انتوا عايزين خلاص طلعوا الساوند دي انا كنت ناسيها صح وايه تاني في حاجه تانية والبالبل ثريل ماشي بس ثريل ده احنا قلنا ايه خلاص هي كلمه ساكت اسهل من كل العك ده خلاص كلمه ساكت وخلاص او سكت ماشي خليها ايه خليها اكستنت خليها ايه اكستنت اللي قصدي بيها السايز اصل انا حطيت اتنين اس خلاص ماشي قصدي لا في مين ايتمز ثانيه في اللي يعني خلاص كده تكون البالج الشيب وبعدين السكن وبعدين البالسيشن بس صح كده مش حاجه ثانيه تمام هنيجي بقى للبالسيشن اللي هو مش شيطان البالسيشن ايه هدف البالسيشن حاجتين اسمع اس 1 واس 2 حاجه من الثلاثه يا نومر اس 1 يا اكسنتويتد صوتهم عالي اكسنتويتد اس 1 او اس 2 يعني يا اما ديمينيشن يا اما ديمينيشن اس 1 انا هسمعه على ايه يا جماعه؟ على الايبكس يعني وانا بسمع احط السماعه على الايبكس انا عشان اسمع اس 1 في الاول والاس 2 على البلمونري والاورتيك اللي هم البيز خلاص طب انا هعرف منين يا دكتور ان ده الصوت عالي ولا لازم تسمع النورمال تسمع صاحبك عشان تعرف العالي والواطي بعد كده تسمع النورمال عشان تعرف ده الصوت ده اعلى ولا لا يبقى احنا بنيجي نسمع السماعه ده فكره زي فكره الشيست نسمع الاول الانتنستي قوه الصوت وبعدين احنا عملنا ايه في الشيست قلنا حاجتين قوه الصوت ولو في صوت غريب صح ده لو قلنا في الشيست نفس الكلام في الكاردي نفس المباني هنسمع الاول هنشوف الايه الصوت عالي ولا واطي في الايبكس نسمع على اس 1 بس كده الكومنت على في الايبكس بيبقى على اس 1 الاس 2 بيبقى على تمام بالاول خلاص وهنسمع لو في صوت غريب طب في صوت غريب يبقى ايه؟ في صوت غريب في مجهول صح؟ في صوت غريب في صوت غريب في صوت غريب خلاص خلاص في صوت غريب بس دي بقى معادي اريا او بروباجيشن ها والسي كانت ايه؟ حد يفكرني كده في الكومنت بتاع الماما سايت صح؟ اه التي هنا كانت تايمنج ده اللي انا متاكد منه التي كانت تايمنج بدل سيري والسي كانت ايه؟ كاركتر كاركتر برضه للماما كان سوفت ولا صح؟ كان صح كاركتر صح؟ كاركتر صح كده؟ مش كده بقول فكروني سوفت ولا هارش ها؟ ها والايه الاريا اوف بروباجيشن دي اللي فيها اريا اوف بروباجيشن يبقى ممكن نخلي في البالسيشن في الاحساس نخليها ايه؟ لو مش عايزين نتقلم نخليها ايه سكت وفي الايه وفي الاوستراتيشن ساكت الايه يبقى اريا اوف بروباجيشن وفوق عادي زي ما احنا السايت مكانها فين؟ مكانها
مكانها فين. خلاص التايمنج طبعا سيستوليك ولا دايستوليك. نحط ايدينا على الايه، نحط ايدينا على البال على نسمع بالبلس، نحط ايدينا على الكاوتد ونشوف الميمو ده سامعينه مع طلعت الكاوتد ولا معزول الكاوتد. مع طلعت الكاوتد يبقى سيستوليك، معزول الكاوتد يبقى ايه دايستوليك. سيستوليك ولا دايستوليك ولا دايستوليك. خلاص في ريليشن تو بوستشر وريليشن تو انسبيريشن. يعني ماشي لو اخد نفس ده الكلام ده عشان الكونفيرميشن. لو اخد نفس ونشوف بس انا ما بديك الزتونه بقول لك بقى يعني الحاجات السيماتيكال والحاجات الصعبه شويه في الكلينيكال يعني بديك خلاصه عشان ما لخبطش نفسي. يبقى انا اهو داخل فاضل ايه دلوقتي انا ما اعرفش حاجه في القانون داخل على عيان الاوسكالتيشن السماعه اول حاجه على ايه؟ على الايبكس. سماعة على الايبكس انا بعرف حاجتين انتنستي او صوت غريب. سمعت انتنستي، سمعت الاس 1 خلاص، سمعت كويس خلاص. انيميليشن بقى الاس 2 مين اعلى؟ لو سمعت صوت اس 1 مثلا اعلى، يعني انت سمعت اس 1 واس 2 هتقارن. والله لو اس 1 طلعت اعلى من اس 2 يبقى اكسنتويتد اس 1 اسمها كده، ما بنقولش ديميج اس 2. لو طلعت اس 2 اعلى من اس 1 يبقى اسمها اكسنتويتد اس 2. اكسنتويتد اس 2 ده انديكيت ان هي ايه، لو زاد على البلمونري يبقى انديكيت بلمونري هايبرتنشن. اكسنتويتد اس 1 ممكن وارد تبقى نتيجه الانيميا عادي جامد بايظه، وارد تبقى نتيجه لو في مايترال ستونز او حاجه. الايبكس ايكوال مايترال بطريقه او باخرى تساوي مايترال. خلاص طيب دلوقتي احنا ايه سمعنا الصوت، يعني جينا هنا للسماعه وحطينا هنا. وعلى فكره انت هتسمعوا الاس 1 والاس 2 هتسمعوهم كلهم على كل الاريز. انت هتحط السماعه على الايبكس وبعدين على البلمونري وبعدين على الاوتيك وبعدين على الترايكاسبيد وبعدين على الترايكاسبيد. ما بيتحطش على الايبكس السماعه، بيتحط على خمس اماكن من السبعه. خلاص حط على البلمونري اوتيك ترايكاسبيد هون دي السماعه. خلاص ده بالسماعه ترايكاسبيد بلمونري اوتيك ايبكس. يعني هو استنى النادي لما حد يحطه غير ولا لا؟ لو قلت خد بالكم تو كومبوننت بس مش عايز اصعبها، انت لو دخلت مش لازم دلوقتي عشان ما نصعبهاش. ايه تاني؟ ال اسمعني حاجة تانية عايز اقولها. ده كده ده الاوسكالتيشن. خلاص كده ده الاوسكالتيشن. يبقى نعيد تاني كده بسرعة. هيقول لك مثلا ايه بقى؟ بص بقى كومنت ده السؤال اللي غالبا بيجي دايما في ضوابط معينة كده. كومنت ونيبكس يعني كومنت ونيبكس. اما اقول لك كومنت ونيبكس يبقى قصده inspection and evaluation to apex اوسكالتيت الابيكس. قبل بس ما اكمل القصه دي في حته الاوسكالتيشن، انا دلوقتي احنا كده علقنا على نقطه اللي هي اس 1 واس 2. النقطه الثانيه بقى اللي هي الميمور. دلوقتي انا سمعت صوت غريب هعمل ايه؟ دلوقتي انا دلوقتي مثلا سمعت صوت غريب ايه على المايكرو مايتر اهو، اقوم طالع بالسماعه ناحيه الاكزيلا مره. خلاص مره هو احسن حاجه تخليه يوقف نفسه عشان اعرف اسمع صوت اكتر. خلاص واسمعه وبعدين اطلع بسرعه البلمونري اسمع اوتك اسمع انزل تحت طب الكاسبت اسمع. طب انا لقيت الصوت، الصوت انا سامعه في كل حته بس اكتر حاجه على الايه؟ على الايبكس بيبقى بجيت للاكزيلا. يعني فاضل فانس ستوريك ميرور، فانس ستوريك ميرور، فانس ستوريك ميرور ماشي اوفر ذا بوب امانس ستوريك ميرور. اكتر حاجه على الايبس يوديت من ايه للاكزيلا، يبقى ده غالبا مايتر ليجوش. الكومنتات مش فاهم من الكتاب. يعني احنا الاول بنشوف الميرور فين مكانه، فين مكانه، فين الميرور. ممكن يبقى مسمع في كل حته، ممكن يبقى على حته معينه. يعني الميرور مثلا انا سمعته غصب، سمعت الميرور على الترايكازم خلاص، وطلعت فوق على البلمونري ما لقيتش حاجه، ما سمعتش الميمو ده، وجيت على الايبكس ما سمعتش حاجه. لازم السماعه بتاعتك تدور في الخمسه بلسيشن، يبقى انا سامع الميمو ده. الميمو ده السايد بتاعه فين؟ بعد الكاسبيت سيستوريك ولا دايستوريك؟ التايمنج نوت بروباجيتنج، مش بروباجيتنج. طب لو بروباجيت هنقول احنا في اي اسكتيشن بنسمع حاجتين، الصوت والميمر. انا علق عليك الميمر
هو ده مسموع على انهي على انهي على المهم هو ده مسموع على انهي ناحيه على مسموع على انهي فالف ولو مسموع على كل الفالفات يبقى مسموع عليها بس مور مسموع اكتر على الفالف الفلاني ها ولو بيبقى جيت بيبقى جيت ناحيه الاكزيلا او لا او ناحيه البيز ولا لا واخر حاجه ممكن نسمعها كنت سامع عليها الكاوتف عشان نشوف ال ال عشان نشوف البروباجيشن بتاع الميم بيروح للكاوتف ولا لا انا حاطط سماعه دلوقتي على الايبكس هنيجي نشوف دلوقتي بالتكنيك خلاص الكومنت بتاع الايبكس بقى انسبكشن بالبيشن انا دلوقتي جيت هنايم العينه اهو داخل خلاص وقف نفسك ببص على الايبكس حطيت ايه حطيت ايدي على طول حطيت ايدي على طول حسيتها بعمل لوكاليزيشن على طول ها بجيب الانجل اوف ليوس هنعملها دلوقتي مع بعض هنجيب الانجل اوف ليوس ها واجي كام ده مثلا ده في فيكس سبيس هحط ادي كده ده كده ايه ده كده السايد والاكستنت خلاص ايدي كارتر والله نورمال كارتر او مش حاسس كارتر حسيت هايبر دايناميك تحت ايدي يبقى اقول ان هي هايبر دايناميك ايدي احط زباله واحط الكاوتر سيستوليك ولا داستوليك ولا سيستوليك خلاص ده كده الانسبكشن والبالبيشن اوسكالتيشن احط السماعه على احط السماعه اعمل لك اوسكالتيت بقى على الايبكس يعني احط السماعه نشوف ان هي بس لازم نقاوم ما ينفعش لازم نقاوم في الاوسكال اقول لك كومنت الايبكس اوسكالتيشن لازم يبقى على كله تقول مثلا السيستوليك والله بيس في سيستوليك في اكسجيت اس 1 او في مفرد اس 1 على حسب الانتست اللي احنا قلنا هنقاوم لازم هنقاوم في كل الحاجات وفي ميرما مسموع على الايبكس مثلا في ميرما في سيستوليك ميرما هاوش او سوفت هاوش اللي احنا قلناها الكاركتر خلاص بيبقى موستلي بيبقى باجيت للتواضي الاكزيلا موست بروبلي تز مثلا مايتر ريجيرش اتفضل فور اكزامبل خلاص الحاجات هتيجي بالبراكتس اكتر يعني انتوا بتتمرنوا على التكنيك بس انت لازم مش قصه استراتيجي فانتوا حسب على الاستراتيجي انت هتحسب على التكنيك فقط لا غير وهتحسب ازاي انت بريزنتنج الكومنت بتاعك بوقك خلاص ده كده الكارديو سريع هنعمله دلوقتي مع زميلكم بلس ماينس بصعب بعض الوحدات يعني ليك ليه؟ قلنا شكل الفيو ديفيكولت يعني طبعا السؤال البلس مشهور السؤال الرخم بتاع اللي هو بلس سبيسفيريانز التايبس بتاعت الكاركتر بتاعت البلس احنا حاطين هما كام ايتم ويت ريزم فوليوم كاركتر ويت ريزم وفوليوم وكاركتر ها فور بلسيشن حاجه ثانيه ايكواليتي كواليتي وفي في اللي هو الاسس كلوز ده اللي هو بيقطعوا خلاص لقيت ريزم وفوليوم كاركتر وفايفر بالسيشن اكستنت قطعوا خلاص ماشي يعني فاضل الكومنت بيتقال كده اي تي بي بير مينت بير مينت لان غالبا هيجيلكم عاده بيبقى مش ساعات ممكن يبقى نورمال بوكس ممكن يبقى كنترول زير يعني يبقى مثلا ايريجولار بوكس ايريجولار Irregular pulse of equal volume plus of equal volume الكاركتر على حسب الكاركتر اللي موجودة خلاص no special أو no special character no special character no special character ماشي هتحط ايدك على ايدك على التورسالس ماشي peripheral pulsation is felt peripheral pulsation is felt ماشي اوف يعني نقولها اي تي بي تيرمينت ريجولار بالس ايكوال امبوست سايد اللي هي الايكواليتي ايكوال امبوست سايد ماشي ارتيريا رول از نوت فيلد عشان اكسكلود الارتيريوس كلوز خلاص يبقى الجمله اللي بتتقال دايما الشهيه فاضل يبقى اي تي بي تيرمينت ريجولار او ايريجولار ايا كان ريجولار او ايريجولار ايكوال امبوست سايد افريج فوليوم او هاي فوليوم على حسب هو هايبر دايناميك او حاجه افريج فوليوم افريج فوليوم افريج فوليوم انتكت كيف بالسيشن او ذا هول از نوت فيت الكومنت بتاع البص لازم يبقى متحفظ نصا بس يعني نفس الايتمز ومفلفيل بنفس الطريقه خلاص بلاش باشا هتتمرنوا على التكنيك مع بعض نيك في مش هقدر اقول فيها حاجه قوي بس يتاكل كويس يعني تحصلوا في بعض الموضوع يعني بس ان شاء الله دايما لا بطريقه اخرى يعني خلاص الكوزز طبعا بتاعت البلس الاي اف نهتم بيه والفرق ما بينه وما بين الاكسترا سيستول خلاص تعالى بقى نجرب هتحصل معاك الكود ده عارف فيه بريكود البلج ولا لا خلاص ادي كده اول حاجه ده ايه ده في دماغي ده الشيب خلاص ماشي شوف السكين ماشي في اي دايريد فينز في اي سكارز في اي حته
تمام اذا ديت مفيش داتا تنزل اسكاز ولا بيجمنتيشن خلاص بعديها اشوف البوزيشن اوقف نفسك وانبسط بسرعه مش مفيش انجستير خلاص خد نفس خد نفس خلاص عادي بعد خالص ماشي تمام ده كده ده الانسبكشن طيب قال لي بقى بالبيشن طيب بالبيشن اهو دلوقتي مثلا بلبيت الايبكس خلاص ايبكس اهو اول حاجه اجيب الايبكس احاول اول اللوكلايز الاول بالهاند كلها يعني انا حاسسها هنا بصيت تحت ايدي اهو انا جبت دلوقتي الايبكس اهي بصيت اهو بلوكلايز اهو طبيعي ان انا لوكلايز حاجه عند الانجل فلوس ماشي حاجه عند الانجل فلوس عشان اجيب السايد ادي سكند سبيس ثيرد سبيس فورث سبيس فيفث سبيس سكس سبيس يبقى هي في السكس سبيس ميد كلافيكلو لاين خلاص وبلوكلايز لان بلوكلايز بايدي يبقى كده السايد اهو جبناها سكس سبيس ميد كلافيكلو لاين السايز قصدي بيها الاريا يعني كده لوكلايزد خلاص ماشي السايد سايز قلنا الايه بعديها قلنا الاريا بروجيشن خلاص قلناها السي قلنا الكاركتر هي مش ما فيش نو سبيشال كاركتر لان هي لا هايبر دايناميك هي نورمال عادي خلاص لو قلنا مثلا لو هي بتبلسيت تحت ايدي بقى هايبر دايناميك ممكن نقول ان هي هايبر دايناميك ايبكس الكاركتر ال تي السيل احط ايدي اهو كده بكف ايدي كده واشوف في السيل ولا ده كده في اي بلسيشن اهو احط ايدي كده على البلموناري لو في بلسيشن واشوف في بلسيشن الاول فيه مفيش يبقى مفيش خلاص اهو بنفس الطريقه بنفس الثلاث صوابع كده بنفس الطريقه خلاص ماشي البلسيشن بتاعت الباسترنال كده بالصوابع خلاص الناحيه الثانيه نفس الكلام السيل هو اللي كان انا اسف البلسيشن بتاعت البلسيشن زي كده بتاعت الباسترنال لو انا فاكر صح يعني خلاص كده بالبال لكن السيل هو اللي كده خلاص ماشي اهو الابيجاستيم وقف نفسك وقوم حاسس على فكره في بيجاستيك بوزيشن في يوم تفرد في واضحه جدا بيجاستيك بوزيشن عادي ما هي نورمال احنا اتفقنا نورمال في السن موجود خلاص طيب وجايه من هنا عادي تحت ايدي خلاص ونشوف لو في ايه تايكاز نفس الكلام خلاص نفس الطريقه هنكومنت نفس طريقه الايبكس عادي خالص بس غالبا السؤال دايما كومنت الايبكس خلاص تمام ده كده ايه ده كده الانسبكشن والبالبيشن خلاص نيجي بقى الاوسكالتيشن اوسكالتيشن انا السماعه اهي اهو اهو اول حاجه هشوف اللي اسمع في اس 1 طب انا عايز اعرف اس 1 عاليه ولا واطيه اهو حاطط اهو كده انا قصدي اس 1 على الايبكس اهو وهنا نورمال نوت عادي يعني ولا في اكستيود ولا من نورمال لازم بتقارنهم ببعض وتشوف في حاجه اكسنتويتد ولا لا لو في هتقولوا يعني لو هنا الصوت هنا في هنا اعلى من هنا يبقى دي اكسنتويتد اس 2 خلاص او هنا لو هي ديمينيشد يبقى هنقول ديمينيشد اس 1 وهكذا خلاص ولو هنا عالي يبقى اكسنتويتد اس 1 طب ايه الحاجه الثانيه اللي انا عايز اعلقها انا عملت كده الاول وعملت كده يبقى انا عملت اول حاجه على الايبكس اهو وعملت هنا بالموناي اهو تيكو بالموناي خلاص نزلت تحت عايزين تاخدوا هنا التايكاسبت اهو تايكاسبت خلاص ده كده الاول ده كده سمعت الهارت نيجي بعد كده نعلق على ايه تاني نقطه قلنا لو في ماما طب دلوقتي في ماما انا حطيت دي كده وسمعت اهو في ماما خلاص الماما اقوم عامل ايه اقوم متحرك كده مره لفوق ناحيه الاكزيلا ومره لفوق ناحيه البيس ومره لتحت ناحيه التايكاسبت طيب طلع دلوقتي اهو مثلا ان في مثلا ميرما هنا انا سامعه خلاص طلع في ميرما هنا هعمل ايه؟ احط ايدي على الكاروتد عشان اعرفه مع السيستول ولا مع الدايستول عشان اعمل التايمنج خلاص طب طلع الميرما انا سامع ميرما لسه هنا وبيبروجيت للاكزيلا يبقى اقول ان في سيستوليك فاضل ميرما بيبروجيت للاكزيلا يبقى بقيت الاكزيلا يعني في سيستوليك ميرما مسموع على كل الفالفز اكتر حاجه مسموع عليها هي الايبكس بيبقى بقيت الاكزيلا خلاص
بس